مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وكل عام وانتم بخير. اليوم 1/1/2014، سنه جديده بكل خير وكل محبه وكل سماح وكل طيبه على شعب مصر الكريم الطيب. سنه جديده جايه بعد سنه كئيبه، سنه وحشه، سنه ما فرحناش فيها ايام معدوده. 2014 جايه و2013 بتقفل على صوابعنا وعلى رجلينا وعلى مناخيرنا، مش سايبه حاجه ما قفلتش عليها. مشت 2013 وهي جرى وراها فضايح وتسريبات وخناقات صغيره وحكايات ما يعلم بيها الا ربنا. مصر اللي داخله على بيسموها استحقاقات، رغم اني ما بحبش الكلمه دي، على حاجات كتير قوي في سنه 2014 كانت بتنشغل في ايامها الاخيره بقضايا هامشيه، فيما القضايا الرئيسيه تبدو متواريه خجوله، مش عارف ليه. 2014 هو عام الامل بالنسبه للمصريين. 2014 في استفتاء وفي رئيس وفي برلمان، في شكل للدوله المصريه. كلنا بنامل ان الدوله المصريه دي يبقى شكلها حلو، يبقى عندنا رئيس بيفهم، يبقى عندنا برلمان بيمثل الشعب، يبقى عندنا دستور قبلناه واجتزنا بيه المرحله الوحشه اللي احنا عشناها. 2014 جايه بتخبط على بيبان المصريين وبتقول لهم افتحوا صدوركم وخدوني بحب علشان نعدي اللي احنا فيه. 2014 هي اللي هتاخدنا للمستقبل او ترجعنا ورا. احنا مش هنفضل واقفين في نفس النقطة. 2014 اذا تعثرت خسرنا ما قبلها وندمنا على ما بعدها. 2014 هي مفتاح انتقال مصر، عشان كده المصريين كانوا حريصين على الاحتفال بيها. من المرات القليلة اللي المصريين من زمان يفتحوا الابواب ويحاولوا يتبسطوا. الغردقة والجونة وشرم الشيخ والقاهرة كله كان مليان، كل الاماكن كان فيها ناس كتير، كان عندنا سياحه جيده، سياحه عربيه الحمد لله. امبارح عملت جولات كده، رحت فندق ورحت مركب ورحت كافيه، وكنت فرحان وانا بلف وبشوف المصريين والعرب وهم مبسوطين في مصر. كانت هناك مخاوف من تفجيرات من اشياء، طبعا انصار بيت المقدس ما حبوش يعدوها اللي قدروا عليه عشان التضييق الامني، خط الغاز، خط الغاز الموصل للأردن وبعض مصانع الأسمنت اتفجر امبارح، وكان متوقع ان في عمليات اكتر من كده، لكن الامن نجح في مواجهة ده. المصريين كانوا في كل مكان، كانوا عايزين يفرحوا، تعبوا، نفسهم يضحكوا، يسمعوا موسيقى، يشوفوا ناس فرحانة، يلبسوا الهدمتين اللي عندهم اللي اشتروهم ودفعوا فيهم فلوس. الناس البسيطة طلعت على الكباري، كوبري قصر النيل امبارح بالليل الشباب واقفين في وسط الشارع قاعدين يرقصوا، العائلات قاعده على الكباري، جو كان لطيف، كان رحيم بالمصريين، كان في حاله خاصه امبارح. المصريين كانوا عايزين يقولوا احنا عايزين نودع الحزن ونفرح، والحمد لله عدت على خير. المصريين فرحوا، المشاهد اللي انتم شايفينها دي من ليله امبارح. ليله امبارح ما جاناش نوم، جانا فرح وجانا خير، وتفائلوا بالخير تجدوه، والحمد لله هنجده كمان وكمان. لا اريد ان ابدا بما يغم، ولكن هتفضل في حاجه في مصر مش مفهومه، حاجه معقربه كده. واضح ان احنا عايزين نغير العقليه المصريه، يعني نعمل فيها حاجه نستطيع ان احنا تيسر ولا تعسر. ومش لازم الحاجه تتحل لما يتعمل فضيحة تلفزيونية أو نبتدي نصوت ونزعق ونتخانق. يا أهل الله، يا أهل الله حلوا مشاكل الناس، يا أهل الله يسروا ولا تعسروا. فاكرين الأسبوع اللي فات إخواتنا المصريين والعرب في الخارج جمعوا 30 طن بطاطين وملابس، و دي اتش ال، هي دي اتش ال ولا شركة إيه، قررت انها تطلع طياره خاصه على حسابها وتبعتهم مصر. ودخل معايا السيد مستشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وقال لي انه اتصل بكل الجهات وكل شيء ميسر. ووزير الطيران كلمني ولحد ما الطياره وصلت وعمل كل شيء وكل شيء ميسر. ومصر الخير راحت وقدمت كل الاوراق وكل شيء ميسر.
وفرحانين احنا بقى جايبه تطين من دم المصريين اللي في بره ومن اخواتنا العرب وبعتين بطاطين فاخره، وقلنا خلاص ايه السهوله دي؟ ايه الحكومه القمر دي؟ ايه التيسير ده؟ وقال لك بس يا ضربه الدمغه هنستنى شويه يا جماعه، هي دي البطاطين يا جماعه؟ ده القديم. لا ما انا مش عايز دي، انتوا كده هتضللوا الناس. البطاطين التانيه في اكياس فاخره وحاجات كده، مش جاي اجود انواع البطاطين. فجاه اكتشفت النهارده ان العمليه في النمليه، والفيل في المنديل، والبضاعه نايمه في بطن الزير في المطار. ليه؟ ليه يا حلوين؟ ليه يا اهل الحكمه؟ ليه اللي ده احنا دايرين نمد ايدينا علشان الناس تتغطى وتتدفى، وجاي لك ده الغرب يا راجل، طلعوا لك طياره خاصه. قال لك يعني المصريين والعرب جايين يتبرعوا كل واحد ببطانيه ب 10 ب 1000، احنا مش هنبقى اقل منهم جدعانه مع شعب عظيم زي مصر. نيجي احنا هنا ونعربها. اتعربت ليه؟ معايا الاستاذ محسن محجوب امين صندوق مصر الخير. اهلا وسهلا استاذ محسن. اهلا وسهلا استاذ خير. اهلا بيك يا فندم. استاذ محسن، ماذا حدث؟ لماذا لم تحصلوا على البطاطين حتى الان من مطار القاهره؟ احقاقا للحق وزاره التضامن طلعت لنا الموافقه في نفس اليوم. كويس قوي. والوزير طلع لنا، وزير التضامن طلع لنا مندوب مخصوص يوصل الموافقه الى وزير الماليه. رائع. احنا بقالنا 3 ايام في وزاره الماليه مش عارفين نطلع الحقيقه الموافقه. 3 ايام في وزاره الماليه، يعني وزير التضامن خلصها بساعتها، وزير الطيران تنازل عن كل المصاريف، وزير الماليه هو اللي موقفها؟ لغاية دلوقتي هي واقفة عند وزير المالية، ما طلعش الموافقة على الإعفاء من الجمارك وضريبة المبيعات، ووزير الطيران برضه لسه ما طلعتش الموافقة على الإعفاء من الأرضيات، ده في 50,000 جنيه أرضيات. وزير الطيران قايل هنا قايل لي أنا شخصيًا إن ولا مليم حتى الهبوط ومش عارف إيه الخاص بالطيارة مش هيحاسبهم عليه، واطلبوا لي السيد وزير الطيران المهندس عبد العزيز فاضل، وهو رجل فاضل كان متحمس جدا وبنفسه هو اللي كلمني وقال لي سأعفيهم من كل المصاريف. احنا كشفنا النهارده على البضاعه واتمنت واتحددت الجمارك وزاره المبيعات والارضيات. تمام. وزي ما بقول لحضرتك مفيش لسه ولا اعفاء لاي حاجه من هذه الحاجات. يعني البطاطين نايمه متدفيه في قرية البضائع في مطار القاهرة. بالظبط يا فندم. علشان احنا ناس بنحب الخير ومسؤولين قلوبهم واسعة. احنا وعدنا ان احنا هنوزعهم في خلال 48 ساعة بس نستلمهم. وترجعوا ايه خلال 48 ساعة؟ توزعوهم على الناس. هنوزعهم على الناس هيوصلوا للمستفيد النهائي في خلال 48 ساعة. في المالية بيقولوا لكم ايه؟ يعني بيقولوا لكم ايه السبب؟ والله يعني مدير عام الجمارك بيقول انا ما جاتليش الموافقه، والتاني مدير قال طب اتنزلوا عنها لوزاره التضامن عشان وزاره التضامن هي اللي تاخد موافقه الاعفاء. وزاره التضامن قال لا تنزلوا عنها ليه، اعمل بيها انتوا المفروض الاعفاء طلع لكم يعني. طيب خليك معايا، معايا الاستاذ محمد الصلحاوي مدير مصلحه الجمارك. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير. خير يا باشا. اهلا يا فندم. كل سنه وحضرتك بخير. وحضرتك بخير يا فندم. سنه سعيده وجديده على كل المصريين بكل الحب وكل الخير يا رب. طب طالما المساله كده وبتتمنوا ومن قلوبكم ان تبقى سنه سعيده وبخير على كل المصريين، ايه العقده اللي مخليه حاجه جايه تبرع ما توصلش للمصريين تفرحهم ونقعد اسبوع في هذا الموضوع؟ خيري بيه. خيري بيه. اتفضل يا فندم سامعك. بعد اذن حضرتك الاستاذ محسن امين بيقول الجواب طلع من وزاره التضامن بالموافقه، للاسف ان الجواب اللي جاي من وزاره التضامن جاي يقول ان جمعيه مصر الخير هي احدى الجمعيات الخيريه المشهره تحت رقم كذا لسنه كذا رجاء تفضل باتخاذ اللاجئ. وانا اقول اللي في اليوم الجمعه اللي فات وهاني بيه صلاح بيكلم سعادتك المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء. نعم. قلنا هيتم الافراج مؤقت بس يجيبوا لنا جواب من
وزاره التضامن يتعهد او اي جهه حكوميه يتعهد بسداد الرسوم الجمركيه في حاله عدم صدور قرار الاعفاء. كنا هنفرق وقعدنا يوم الاعفاء. الاعفاء هيجي من مين يا فندم؟ هو طبعا قال للجمارك خلاص احنا بنتكلم في ضريبه الدمغه، ده اللي قاله لي بالظبط السيد المستشار هاني صلاح، ما كانش بيكلمني، قال لي احنا اتفقنا على الجمارك فضل ضريبه الدمغه، فهنفرج مؤقتا لحد ما نجيب نشوف قرار تمام بالاعفاء. تمام خير بيه، تمام خير بيه، تمام. اسمعني حضرتك من فضلك خير بيه، فقلنا يجونا قعدنا السفريه اللي عمل عندي جاهز من يوم السبت الحد الاثنين الثلاث، الجواب جانا الثلاث بتاع وزاره التضامن اللي انا قلت لحضرتك عليه. ابتدينا نشتغل، فريق العمل الجمركي اشتغل، قدر القيمه، قدر الرسوم الجمركيه، انهى كل الاجراءات، ولكن ناقص خطاب اللي هو التعهد بالضمان بسداد الرسوم. فكلمت انا دلوقتي النهارده الاستاذ خالد سرحان سلطان، استاذ خالد سلطان رئيس الرقابه الفنيه في وزاره التضامن، فريح له بكره الاستاذ مؤمن من جمعيه مصر الخير هياخد منه جواب وهيفرق بكره ان شاء الله عن كل حاجته باذن الله. الجواب ده يعني انت عايز جواب من وزاره التضامن تضمن ان هي هتسدد ضريبه الدمغه؟ لا يعني المطلوب ايه بالظبط؟ ضمان لي ايه؟ جواب من وزاره التضامن او مؤسسه الخير مصر الخير، مؤسسه مصر دي مؤسسه كبيره تضمن سداد الرسوم الجمركيه في حاله عدم صدور قرار الاعفاء. مين اللي بايده قرار الاعفاء يا فندم؟ قرار الاعفاء رئيس الوزراء يا فندم، احنا بنعرض الوزير الماليه بيعرض على رئيس الوزراء. نعم. خد بالك عليك؟ فهو الجواب ده، انا كلمت الاستاذ خالد سلطان في وزاره التضامن وريح له بكره الاستاذ مؤمن من جمعيه مصر الخير هياخد منه جواب وهيجي يفرج عن البطاطين الجديده، ولكن مع البطاطين في ملابس مستعمله. حضرتك عارف ان الملابس المستعمله محظور دخولها البلاد ولازم دي موافقه وزاره الصحه عليها وتبخيرها عشان الحمايه والوقايه من الامراض. وفي كمان مبادره من وزاره الماليه ان شاء الله بالتنسيق مع وزاره التضامن، انا عندي حوالي 40 طن ملابس مستعمله في مخازن المطروقات في المصلحه، سيتم الافراج عنها للشؤون الاجتماعيه والجمعيات الخيريه باذن الله. فدي مبادره برضه من وزاره الماليه لاهالينا في مصر الحبيبه. خليك معايا يا استاذ محمد، معايا الاستاذ هاني مهنا المتحدث باسم وزاره التضامن. مساء الخير يا استاذ هاني. مساء النور يا استاذ خالد. استاذ هاني، هو ليه الواحد حاسس انه دخل بيت جحا؟ يعني فجأة حسيت ان البلد دي اتغيرت لما اتكلم معايا المستشار هاني صلاح وقال لي انا عملت تليفوناتي وكل شيء انتهى وفقط هيبقى فيه ضمان علشان لحد ما نجيب الاعفاء بتاع ضريبة الدمغة. فالسيد هاني صلاح مكتبه جنب مكتب السيد رئيس الوزراء، فهيفضل يقول له في ناس قطعت من قوتها وبعت للمصريين بطاطين عايزين اعفاء، فيقول له هو الامضى وخلصني. ليه اللفة الطويلة دي؟ ليه نقعد اسبوع في الفيلم ده؟ يعني اولا سنه سعيده على المصريين وعليك، ويعني انا عايز اؤكد لسيادتك ان وزاره التضامن لم تتاخر لحظه واحده في اعطاء الموافقه اللازمه يعني الاستاذ محمد الصلاحاوي قال ما بعتوش الجواب غير يوم الثلاث اللي فات، واحنا متكلمين في يوم الخميس اللي فات. احنا من اول لحظه وافقنا وعملنا بيان رسمي كده وانتظرنا مخاطبه مصر الخير لينا، حتى انا يعني اتصلت بالشيخ علي جمعه بنفسه واكدت عليه ان حد يتواصل معانا لان هم تاخروا في ان هم يخاطبونا. نعم. وبالفعل يعني اعطيناهم الموافقه فور وصول التاكسي الينا. نقطه اخرى، في اكثر من طرف في هذه القضيه، يعني الاستاذ محمد الصبحاوي اللي معاك على التليفون انا بحييه لان تواصلت معاه لحل المشكله وتواصلت مع وزير الماليه ومساعد وزير الماليه للشؤون للعداله الاقتصاديه الدكتوره شيرين شاوربي واهتمت جدا. وكنا عملنا خليه عمل كده لحل المشكله، واظن الازمه كانت محلوله، مش عارف ايه اللي جد، لان الاستاذ محمد الصلحاوي اكد ليا ان هم في انتظار اي حد من مصر الخير للافراج عن الشغل. قال ان انتوا يجب تبعت لهم خطاب ضمان وما بعتوهوش. لا لا، هقول لحضرتك هو طلب مني ايه بالظبط؟ هو طلب مني موافقه التضامن على ان هذه يعني منحه مقدمه لجمعيه اهليه ويجب ان تكون معفيه من اي رسوم. وبالفعل قلت له لما يجي لنا حد مخضب من مصر الخير هنرد عليه بالمعنى ده ونبعته لكم. واتفقت معاه ان يتم الافراج مؤقتا لحين اتمام كل هذه الاجراءات.
وهو قال لي انا منتظر اي مندوب يجي من مصر الخير، وقال لي انا قاعد الساعه 6 كل يوم في المطار منتظرهم وهم ما بيجوش. فانا خاطبت مصر الخير وكلمت الشيخ علي جمعه انه يتم التواصل معانا علشان ننهي هذه الموضوع عشان الخير يوصل لمستحقينه، واحنا على استعداد نذلل اي عقد في اي لحظه يجي لنا اي مندوب من مصر الخير. يعني النهارده يعني بالمصادفه كان الشيخ علي جمعه بنفسه في زيارتنا في الوزاره في زياره الدكتور احمد البرعي، وكان في اتفاق على كثير من القضايا. احنا مش معطلين اي شيء، ونتمنى ان يكون في نفس التجاوب من الماليه ومن الطيران. طب استنى يا استاذ هاني بس، ما حضرتك معايا الاستاذ محمد صلحاوي بيقول لي الاستاذ هاني مهنا وزاره التضامن ما بعتت لناش غير يوم الثلاث وطلبنا منهم خطاب ما ادناهوش. حضرتك بتقول لي دلوقتي ان مصر الخير كمان تواصلتوا معاه، وحضرتك استاذ محسن محجوب مع حضرتك. هو انتوا ليه مصر الخير ما رضتش تبعت اي جواب ولا تروح تستلم من المطار واتاخرت؟ يعني ينفع الكلام بحضرتك؟ انا بكلمك على الهوا، انت سامع، انا بكلم اتنين مسؤولين. انا بكلم حضرتك على الهوا، يعني هل حضرتك ينفع الكلام ده؟ يعني حضرتك مصر الخير قدمت الجواب للوزاره يوم السبت كانت قافله، قدمنا لها الجواب يوم الاحد، الوزاره التضامن طلعت الجواب بتاعها يوم الاثنين الى وزاره الماليه، ومعالي الوزير طلعه مع مخصوص لوزير الماليه يوم الاثنين. يوم الاثنين كان عند وزير الماليه. وزاره الماليه رجعت طلبت من وزاره التضامن خطاب ثاني او منكم؟ عايزين تعهد من وزاره التضامن ان اذا ما تمش الموافقه على الاعفاء يبقى وزاره التضامن تدفع الفلوس. طبعا وزاره التضامن مش هتدي تعهد زي كده. فالنهارده السيد مدير عام الجمارك قال طب خلي مصر الخير تكتب هذا التعهد وتقدمه لنا وتجيب عليه يعني موافقه وزاره التضامن وتقدمه لنا بكره، فاحنا هنقدم لهم بكره هذا التعهد ان احنا بنتعهد اذا لم يتم الاعفاء هندفع الجمارك عشان يفرج عنه. مصر الخير لا يمكن تتاخر، لا يمكن. واضح ان احنا متاخرين، انا هفضل في حلقه مفرغه. انا بشكرك استاذ محسن، بشكرك استاذ صلحاوي، بشكرك استاذ هاني مهنا. انا اطالب السيد الرئيس بتشكيل لجنه تقصي حقائق تنبثق عنها لجنه صغرى لمناقشه امر البطاطين ثم معاينتها ثم العرض على السيد وزير الماليه ثم عوده مره اخرى الى وزير التضامن، وان شاء الله على الصيف الجاي نكون افراج عنها. انتوا عارفين البلد دي فيها ناس قادرة على إطفاء أي شمعة أمل. أنت طول الوقت بتراهن في مثل هذه الأفعال، أنت بتراهن على حالة نفسية عند الناس، حالة نفسية بتخليك تحس إنه كله عايز يحل، في النهاية هيطلعوا بدون دافع وعايزة إمضى. سيد رئيس الوزراء جزء من مسؤولياته هي مساعدة الفقراء، فإذا كان مش هيقعد علشان يمضي ورقة هتاخد 25 ثانية في العرض والتوقيع، وكل وزير يحمل الوزارة التانية المسؤولية، ونقعد نرمي بالكرة من هنا لهنا لهنا، والناس في الشارع، انتوا حد هيبعت حاجة للبلد دي تاني ليه؟ حد هيحاول يساعدكم ليه؟ احنا بنساعدكم، انتوا اللي بتعملوه شيء محبط، شيء يخلي مش عارف اقول لكم ايه. يعني احنا اول السنة بالراحة، اول السنة غيروا منهجية التفكير شوية وحسوا انك في مرحلة انتقالية زي محتاجة كل واحد يمد ايده عشان يدي احساس للناس انه بيساعدهم مش بتعقده. هو انتوا دافعين حاجة من جيوبكو؟ انتوا مش دافعين حاجة، ده حاجات تبرعات من ناس. عايزين فلوس ايه؟ يعني عايز مصر الخير اللي بتلم فلوس من الناس وقاعدة راحة شمال ويمين عشان تساعد الناس تيجي تدفع لك جمارك ولا ضريبة 200-300 ألف عشان حاجات جايه مساعدات، وتدفعهم لك منين؟ من فلوس الناس المتبرعين علشان ما حدش بيمضي ورقه. اهم حاجه السيستم، هيوصل لك جواب، هنبعت الجواب لوزاره التضامن، وزاره التضامن هتخاطب مصر الخير وتاخد التوقيع تبعته لوزاره الماليه نعرض عليه ثم نعود الى السيد رئيس الوزراء كي يؤشر. ايه المسخره دي؟ ايه المسخره دي؟ لا انتوا بتهرجوا، انا مش مصدق. دي مش حكومة انتقالية ومش حكومة قلقة ومش حكومة بتفكر، دي حكومة بتهرج. الحكومة دي في شيء صغير زي ده بيقول لك دولاب العمل والعقليات اللي بتدير شكلها ايه. كل واحد خايف يوقع، كل واحد بيقول لك ادخل السجن، كل واحد بيقول لك اروح في ده، وانتوا دافعين حاجة. يا جدعان شجعوا الناس، خلوا الناس يبقى قلبها على البلد دي. انتوا كل حاجة تتعامل فيها تكاتف
او طبطبة على الناس تمسخوها. عايز ارجع لمود 2014، طلعني فاصل، هطلع فاصل وارجع اكمل معاكم تاني واقول لكم ان 2014 هتبقى احسن، وهوديكم الفاهيتا. الفاهيتا دي عامله حاجات لطيفه قوي متامره، فهنروح لفاهيتا، هنروح للتسريبات، هنروح للاخوان عملوا ايه. ما هي البلد دي اللي قامت بثورتين بلد فاضيه. نلتقي بعد الفاصل. طلاب الإخوان يثيرون الشغب بجامعتي القاهرة وعين شمس ويحاولون استفزاز قوات الشرطة والجيش بمحيط مديرية أمن الجيزة. الأطباء ينفذون إضرابا جزئيا لمدة يوم بسبب الكادر على أن يعاودوا الإضراب في 8 يناير القادم. الرئيس منصور يستقبل الدكتور بطرس بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة الأسبق ويستطلع رؤيته حول خارطة الطريق والأوضاع الراهنة. قرار جمهوري بمد خدمة كل من الفريق مهاب مميش رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس واللواء أبو بكر الجندي رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية المرقوسية لتهنئة البابا بأعياد الميلاد المجيد. الببلاوي يزور شيخ الأزهر للإطمئنان على صحته بعد العملية التشخيصية التي أجراها في القلب مؤخرا. النيابة العامة تأمر بحبس ياسر علي المتحدث الرسمي الأسبق لرئاسة الجمهورية السابق في زنزانة انفرادية بسجن العقرب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. وزير التربية والتعليم الاتفاق مع وزير المالية على دخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور. البورصة المصرية تحتل المرتبة الثانية بين بورصات العالم في عام 2013 والأولى على مستوى الأسواق الناشئة في العامين الماضيين. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. معايا على الهاتف السيد الوزير عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني. مساء الخير سيادة الوزير. مساء الخير أستاذ خالد. كل سنة حضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين، ويا رب يعود الأيام على مصر بالخير يا رب إن شاء الله. يا رب. حضرتك تعرف إن البطاطين والملابس ما زالت موجودة في قرية البضايع حتى الآن؟ للأسف طبعاً عرفت من البرنامج بتاع سيادتك وبنعتذر يعني، وأنا إن شاء الله بكرة بإذن الله مع مختصين في الجمارك وأمام لي أي علاقة بهذه الشحنة إن شاء الله هنحاول نفرج عنها بإذن الله. نعم، كان مصر الخير الامين العام لمصر الخير كان بيقول لي ان في ارضيات، وحضرتك وعدتني وقلت لي انك مش هتاخد اي تحصيل رسوم ولا ارضيات على هذه الشحنه. اي شيء خاص بالطيران المدني، اي شيء خاص بالطيران المدني بخصوص هذه الشحنه هو معفي تماما، زي ما احنا عارفين ان الطياره اللي جابتهم سواء كانت الهبوط او الباركنج على الارض او تنزيل الحموله من الطياره وتخزينها، فبطمن برضو جماعه مصر الخير ان شاء الله ما فيش اي رسوم اضافيه نتيجه التاخير هنطالب بيها باذن الله ان شاء الله. وده طبعا يعني اقل. طب والنبي ممكن تنقل الروح دي لبقيه الوزراء يا سياده الوزير، يعني تقول لهم وانت معاهم في مجلس الوزراء كده تقول لهم الناس مش مستحمله والروح وصلت للاخر، فيخلوا قلبهم طيب شويه كده وياخدوا بالهم ان اللي بيعملوه ده بيثير غضب الناس وبيحبطهم. بالتاكيد الموضوع ما تعرضش لسه، بالتاكيد الموضوع لسه ما تعرضش على يعني. هو انا لما يبقى معايا المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ووزير التضامن ووزير الطيران ومصر الخير، ادي كل العناصر وعلى اتصال بها كلها، ونقعد اسبوع في حاجه محتاجه امضى، ده معناه ايه؟ ان شاء الله بكره هنين هذا الكلام ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا مهندس عبد العزيز. ويعني بقول تاني بنعتذر اذا كان في اي تاخير، وده طبعا اجراءات يعني روتينيه فنعتذر عن ذلك يعني. بشكرك جدا سيادة الوزير عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني. من الأخبار الكويسة، فاكرين جمعية لمسة أمل اللي الحاجة دخلت معايا هنا؟ كانت الحاجة فتحية دخلت معايا هنا وحكت قصة جمعية لمسة أمل. لمسة أمل اترفعت وطلعت فتحية محمود، نعم، وطلع مفيش حاجة عليها خالص خالص. الأمن الوطني كتب مذكرته وقال الجمعية زي الفل، ما فيش حاجة خالص،
وزارة العدل راحت شايلة. لازم ننبح ولازم نتخانق ولازم ننبح في صوتنا ونتخانق ونقول يا جماعة دققوا يا جماعة مش عارف ايه. الاحساس بالظلم وحش، انك تسيب واحد مجرم ينجو من العدالة خيرا من ان تذهب ببريء الى السجن. دي نفس الشيء انك تلوث سمعة مؤسسة خيرية قايمة على التبرعات وتقال اسمها وفي التلفزيونات وفي الجرايد ويطلع بحث مفيش حاجة خالص، وبعدين مين يرجع شرف الجمعية؟ نفضل احنا بقى نعمل لهم دعاية ببلاش ونفضل نقول للجمعية لمسة امل يا جماعة كويسة قوي وبتربي بنات وبترعاهم ومش اخوان والنعمة، رغم ان احنا تعودنا لما يروح داخل فيك شمال وبعدين يقول لك بس انا مش اخوان، فطلعوا اخوات. فاجهزة الدولة يا ريت يا ريت تاخدوا بالكم ان احنا عايزين الناس تحبكم، فبعتوا رسائل تقول ان انتوا حريصين على الناس وان انتوا حريصين على العدالة، لان ده بيشكك في كل حاجة. طيب بلاش اقول لكم الاخوان عملوا ايه وخرجوا عند كنيسة امبارح والامن وقف لهم ووزارة الداخلية طلعت بيان وقالت احنا نجحنا والحمد لله افشلنا مخططاتهم لافساد تلك الليلة وحمينا الكنائس، الحمد لله كل ده خير. بس انا عايز احكي لكم حكاية لا علاقة بمنهجية تفكير كل من ينتمي الى هذه الجماعة. اذا اختلفت او قلت رأي مخالف طول الوقت بيقول لك الازمه في انك ما انتش قابل رايه، فتقول له طب انا قابل رايك بس اقبل رايي، فيروح داخل فيك مدمرك. الشيخ مشاري راشد هو قارئ ومنشد صوته جميل من الكويت، مشاري راشد العفاسي من الاسماء الشهيره في العالم العربي، بنحب نسمع صوته، صوته حلو وكده يعني. الراجل ده كتب مجرد تغريده قال فيها يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع كلمة المصريين على الخير واهدهم الى سواء السبيل، فانت ارحم بمصر منا واهل مصر من ارحم الناس في الارض فارحمهم. ده كلام يزعل حد؟ ازاي يقول اجمع كلمة المصريين؟ ازاي يجرؤ قارئ للقرآن وحافظ له يدعو بجمع المصريين؟ لا، يهلك المصريين الا الاخوان، فالاخوان راحوا داخلين عليه هجوم شديد، فراح كتب يشن الآن الإخوان حربا علي لأنني فقط دعوت للإصلاح بين الشعب المصري والعجب في حبهم لمن أمرهم بالمكوث في الميادين وتسبب في قتل المسلمين. ده كلام مهم بقى، بيقول لهم الغريبة وانتم بتشتموني علشان بقول جمع المصريين بتحبوا اللي بيقول لكم افضلوا في الميادين لحد ما تموتوا من هنا ومن هنا، الراجل هيفقد صوابه. ما انت في النهاية لازم يبقى عندك منطق، انا بقول اصلح المسلمين فتعرض للشتيمة، لكن يحبوا اللي بيقولوهم موتوا. ديننا مش بتاع موت، ديننا بتاع حياة، ديننا مش بتاع تفجير ابدا، لكن دين الاخوان كده. معرفش الدين الكتاب اللي بيقروا فيه اسمه ايه يعني، عايزين نشوفه عشان اعرف دين الاخوان وكتابهم. طيب رد الاخوان عليه كان كالتالي بقى، هو طبعا قال إن شتمت فقد شتم من هو خير مني وإن مدحت فقد مدح من هو شر مني، اللهم ألهمنا الصبر على أخلاقهم فإن ذلك من عزم الأمور. راحت أسماء قايلة له إيه؟ أنا حقيقي ندمت على كل دقيقة سمعت فيها ليك أي أنشودة، بس للعلم، شوفوا أسماء بتعرف تقول الكلام التقيل إزاي، الحق أبلج ولا يراه إلا محب للدنيا أو كاره الموت. سمعته أبلج قبل كده؟ قالها الرئيس المعزول محمد مرسي، الظاهر بيوزعوها عليهم يا اولاد استخدموا ابلج كتير عشان تفضل سيره المذكور اياه على السنه الناس، فقولوا ابلج ابلج، فهي راحت حطها له الحق ابلج. وانت عبيط يالا، كاتبه له كده، كاتبه للشيخ اللي حافظ القران وانت عبيط يالا. اسماء دي متربيه. احمد علي قال له دافع عن الركع السجود الذين قتلوا وهم يصلون ويذكرون الله، أسأل الله أن يعيدك لرشدك عشان أصلح بين المصريين، ولا تأخذ المسألة عندا كحزب الزور التلفي وعد إلى رشدك يا مطوع. هذا خطاب الإخوان المسلمين. العفاسي قال في تصريحات لبرنامج اليوم السابع على قناة الوطن الكويتية
إن موقفه من الأحداث بمصر واضح، وهو الدعوة للإصلاح بين الفريقين، مستشهدا بآيات من القرآن الكريم وهي: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. رجل حافظ القرآن بيقول لهم بالقرآن، بقول لكم أنا بدعو إن ربنا يصلح بين المصريين. في حد يكره هذه الدعوة؟ أحسنت يا فضيلة الشيخ. معي الشيخ مشاري راشد من الكويت، أهلا وسهلا. حياك الله يا أهلا وسهلا، مرحبا فيك. حياك الله يا أخي، ونعتذر عن أي إساءة لحقت بك، فقد تحدثت باسم القرآن وبالقرآن الكريم، فعفاك الله مما أساء إليك. الله يحفظك وشكرا لك. فضيلة الشيخ، أنت حضرتك لما رسالتك الواضحة للمصريين إيه؟ والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للرسالة، يعني ينبغي على المسلم أن يرجع في مثل هذه الأمور لكبار أهل العلم، وفتاوى كبار أهل العلم في مثل يعني هذه الفتن التي تحصل بين المسلمين. وللأسف يعني بعض الناس إذا اختلف مع يعني الآخر كفره واعتبره غير مسلم، فلا يجري عليه هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كرر مسألة الإصلاح ثم أردفها، قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالخلاف والظلم أو التعدي أو غيره أو يعني بين المؤمنين يعني لا ينافي كونهم مؤمنين، ولا ينافي وإن وجد يعني الخلاف بينهم لا تنتفي يعني صفة الإيمان عنهم. نعم. لكن للأسف يعني لما دعيت بهذه الدعوة واجهت يعني هجوم، وهذه ليست دعوتي، لأني أنا لست مفتيا، وإنما أنا قارئ للقرآن، وكلام أهل العلم الكبار كالشيخ بن باز عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، أو الشيخ صالح الفوزان الآن موجود، أو يعني المفتي وكبار أهل العلم يعني وفضيلة الإمام بن بية وعلماء كثر وجل به، وهو الإصلاح أول شيء أمر الله عز وجل به الإصلاح. لكن مع حصول الاقتتال والبغي بينهم وظلم بعضهم لبعض والأخطاء تقع، لكن لا تنتفي عنهم صورة الإيمان. وللأسف يعني أن يكفر بعضنا بعضا، أو نرفع علينا أو يرفع بعضنا يعني على بعض السلاح، فهذه للأسف أنا يعني وجهت وجروني إلى معركة، ولم يعرف عني الجدل في تويتر وفيسبوك، ولا أحب الجدل هذا العقيم، خصوصا مع المتعصب أو يعني الذي لا يقتنع وسهل عليه أن يجد المبررات لتبرير أخطائه. شيخ مشاري، حضرتك قلت جملة، قلت أنا مش سياسي، وإن في بديهيات السياسة إنه من الممكن إنك ترجع خطوة لورا تقدمك 10 خطوات للأمام. ماذا تقصد بهذا المعنى؟ أنا أقصد أن يعني ينبغي على هؤلاء، أن كنت يعني أرأف لحالهم، كنت أظن بهم أنهم يحسنون السياسة. نعم. كنت أظن أنهم سيتراجعون، على الأقل يعتذرون الانتخابات مثلا. نعم. ويؤجلون دخولهم، وقد تأتي بعد ذلك مصالحة، لكن أن يجلسوا مثلا في رابعة ويقولون مثلا مش هنمشي إلا على جثثنا، أو مش هنوقف التفجيرات في سيناء إلا لما تلبوا مطالبنا أو يرجع مرسي، هذا التصادم هذا ما يأتي بنتيجة. ولكن الذي يفصل في هذا الأمر من بيده القوة والسلطان، ما دام تغلب يعني حاكم ينبغي كما أفتى العلماء السمع والطاعة له، لأنك إذا لم تسمع وتطيع له ستجري عليك يعني القوة.
تمام ويحقن دماء المسلمين التي تسال دي. خسروا كل شيء بعنادهم، خسروا كل شيء بعنادهم. حضرتك كلمت عن اعتزال الفتنة ايضا. انا لما اتي بفتاوى كبار اهل العلم يقولون عنهم علماء سلطان، بينما يبررون، بعضهم يبرر للبوطي في وقوفه مثلا مع بشار، او يبررون لبعض المشايخ كالشيخ القرضاوي مثلا الذي يعني تصدى لاخطاء العالم كلها ولا يتصدر لخطأ واحد مثلا في قطر مثلا او كذا، والاخطاء وارده. نعم. لكن ان يتصدى ويكون شيخ الثورات، هذه يعني اذا ما ترضى على الشيخ القرضاوي لا ترضى على المشايخ الكبار، يخالفونك الرأي يا اخي. بالضبط. حضرتك كلمت عن اعتزال الفتنة في مثل هذه الظروف، واستشهدت بالفتنة بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية، رغم أن الحق كان مع سيدنا علي. نعم. كيف ترى اعتزال الفتنة في مثل هذا المناخ؟ هذا طبعا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم. تفسير آية وإن طائف الثاني من المؤمنين اقتتلوا، وله كلام يعني في موقف المسلم من الفتن، يرى لما كان الحق مع علي رضي الله عنه وكان يعني هو صاحب الحق، ما يعني هم يقولون أن الإصلاح لا يكون إلا بين يعني بين حقين، يعني إذا كان الحق ظاهر ولا يمكن أن نصلح بين حق وباطل. من قال لا يمكن أن نصلح بين حق وباطل؟ ما كان علي على حق وكان معاوية رضي الله عنهما على باطل. فاستدلالهم أنهم يعني يقولون أنه لا صلح بين الحق والباطل هذا خطأ. فضلت الشيخ مشاري، عمر بن الخطاب كان في صلح الحديبية يقول أنا أرضى بالدنية من ديننا، وما كان ما كان راضي على الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم ارتضى أبو بكر ارتضى الصلح، ومن لا يرضى الصلح، والله عز وجل يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول والصلح خير، من لا يرتضي الصلح؟ نعم. الاستهانة بالدماء، لماذا الاستهانة بالدماء؟ ومن مات فهو شهيد، يعني نسأل الله عز وجل أن يرحم جميع موتى المصريين، لكن التساهل في قول والشهود للناس بالجنة هذا أمر خطير. قال البخاري باب لا يقول فلان شهيد، البخاري يقول لا يقول فلان شهيد، ثم أورد حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم في من يجاهد في سبيله والله أعلم في من يكلم في سبيله. التساهل في كلمة الشهيد فلاني الشهيد فلان هذا خطأ. لا. لا يريدون بس إبقاء الناس في الميادين والاستهانة بأرواحهم ثم يهربون إلى منافذ ليبيا وغيرها. صحيح، في الآخر بيهربوا أو قاعدين في فنادق في قطر، وأنا أعرف حجم الحرج في أن تذكر دولة خليجية. أنا عايز أحيي حضرتك شيخ مشاري، أنت العالم الحافظ للقرآن، لا تجرؤ على الفتوى وعندما تتحدث تقول نقلا عن العالم فلان المفتي فلان، وهم الصغار يتجرؤون ويفتون ويقررون من هو كافر ومن هو مسلم. أنا بشكر حضرتك جدا، وأتمنى أن يكون لنا نصيب وتشرفنا في القاهرة، تكون ضيف علينا في القاهرة إن شاء الله. شكرا لك، أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، يعني وخصوصا ادعي لنا يا شيخ مشاري، يا ريت لا يرفع عنها الأحزاب هذا الصراع الداخلي الذي يريدون أن يجروا به مصر، يعني لا الله أعلم من يريد أن يجر مصر إلى صراع داخلي ويجر حتى الجيش إلى صراع داخلي. أنا لا أؤيد القتل ولا أشجع طائفة على طائفة، أنا أحب الجميع وأريد الصلح للجميع. طيب ما تختم لنا مكالمتنا الجميلة دي بدعاء نؤمن عليك. الله يبقى أنا صراحة ماشي، أنا معزوم و يعني في مكان عام ماني قادر أوصل صوتي وماشي بعيد عنهم وبنات. إذا تعدنا أن يكون إن شاء الله على أمل أن يكون لنا لقاء هنا عشان المصريين بيحبوك. على خير.
الله يستر. الله يكرمك ويخليك. بشكرك جدا شيخ مشاري راشد المقرئ والمنشد الكويتي المعروف. هكذا الإخوان، هكذا يتعامل الإخوان مع واحد دعا للصلح، وهذه هي العقلية. عشان كده شيء طبيعي انهم يقتحموا النهارده المجلس الاعلى للجامعات عشان يدخلوا الامن، وبعدين يقول لك جابوا الامن ويكسروه ويعتدوا على بتوع الامن هناك. اما في الازهر النهارده الطلاب كانت الامتحانات تقريبا 100%، هم مش عايزين حد يدخل الامتحانات، لكن اصرار الطلبه ووجود الامن ساعد على اجراء الانتخابات اليوم. كل اللي بيحصل دي مراحل مؤقته وهتعدي، طول ما انت مصر هتعدي. لا ما هم بيضربوا وبعدين يمتحنوا، هم عايزين يمنعوا الناس وبعدين يمتحنوا هم. طيب خلوني اروح معاكم لحكايه غريبه شويتين. فجاه اشتعلت الدنيا ببلاغ تقدم به الشاب احمد سبايدر اللي جاي لانه في المحضر مكتوب خبير شؤون الماسونيه. واحمد سبايدر اسم انتشر، كان بيطلع في قناة الفراعين كتير، وكان بيتكلم عن المؤامرات وبيقول انه بيكشف مخططات كتير، وكان في فترة انتشر جدا. تقدم ببلاغ للسيد النائب العام ضد اعلان موجود على اليوتيوب دعاية لشركة فودافون. ابلا فاهيتا شخصية شهيرة جدا، احمد سبايدر شاف في هذا الاعلان الغاز ورموز بتحرض وكأنها شفرة بتؤدي إلى شيء، فانقلبت الدنيا. أنا شفت جزء كان مع زميلي أحمد موسى البارح على التحرير، شفته في الفيديو منتشر جدا والتعليقات وفي انتقادات شديدة، وبقت المسألة كأن في قضية كبيرة. خلونا نفهم ومعاكم واحدة واحدة. معايا الأستاذ أحمد سبايدر. مساء الخير يا أستاذ أحمد. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا استاذ احمد. استاذ احمد، صحيح هل مكتوب في البلاغه الذي تقدمت به انك خبير شؤون الماسونيه؟ ما حصلش، لم يحدث. لم يحدث هذا، طيب. يعني هم للاسف بينتهجوا نفس المنهج اللي كانوا بينتهجوه مع احمد سبايدر من 2011، الكذب والكلام اللي ملوش اي. طيب قدمت البلاغ بصفتك ايه يا استاذ احمد؟ بصفة مواطن طبيعي لقى حاجة غريبة فقدم بلاغ، وبناء على ذلك البلاغ اتحول لنيابة أمن الدولة العمومية. ما هقدرش أتعامل معاك على إنك مواطن عادي، بمعنى أن الإعلان نزل هو في حد تاني بينازعك وبيقول هو فسر التفسيرات دي، قريت خبر كده إن كل الكلام ده أنا برد عليه. اتنين بيتنازعوا مين اللي اكتشف الأول. طب مواطنين كتير قوي شافوا الإعلان ده ما شافوش فيه ده. انت بقى بتفهم الطريقة دي ازاي؟ القراية اللي انت قريتها دي بتقراها ازاي؟ ان هذا انت شايف الاعلان ده فيه ايه؟ اوكي، احنا دلوقتي حضرتك شفت الاعلان كويس؟ تمام. حضرتك تعرف مين فاهيتا؟ هتكون معانا على التليفون معاك دلوقتي حالا. طيب اوكي، الموضوع يعني باختصار شخصية فاهيتا دي دخلت على المجتمع المصري من سنة 2012، وبعد كده المخرج عم السلامة دخلها عمل لها فيلم بطولة مطلقة ليها، اوكي؟ وبعد كده باسم يوسف عمل لها حلقة كاملة ببرنامجه، تمام؟ فبناء عن ذلك اتشهرت فاهيتا، اللي محدش عارف ايه سبب شهرتها او ليه اهتم بيها عم السلامة يعمل لها فيلم، او ليه باسم يوسف دخلها معاه بالمنظر ده. فاهيتا كل اللي الناس تعرفوا عنها انها شخصية كاركتر عروسه متحركه بتمتم بكده. طب بوجي وطمطم اتعمل لهم شخصيات واتعملوا العاب واشتهروا بقى وفي الافلام بيجوا، يعني فكره الكرتون اللي بيستخدم ده فكره منتشره قديمه قوي. مفيش اي مشكله، لا. اما هي الغريب عليها اللي حضرتك من الوهله الاولى لو شفت اي حاجه ليها انها بتتمتم بكلمات مش مفهومه وجمل مش متركبه على بعضها، تمام؟ وممكن يعني هقرا لحضرتك حاجات كتير منها، اوكي؟ يعني مثلا لما نحط مثلا كلمه جنب كلمه جنب كلمه ما لهمش اي علاقه ببعض، كويس؟ كل اللي احنا هنعمله ان انا هدي لحضرتك معنى الكلمه، تمام؟ فحضرتك هتقوم شايل الكلمه وتاخد المعنى اللي هديه لحضرتك. فبناء عن ذلك الكلمه اللي انا مديها لحضرتك اللي هو الكي بتاع الشفره او المفتاح، لو مشيته على جميع بقى التويتات بتاعها او الجمل بتاعتها او الشفرات بتاعتها تلاقيك بتقرا جمله منظمه عاديه بتوصل رساله معينه. كده في اي مشكله؟ اه طبعا، لان اولا عايز اقول لك حاجه، يعني في ممثل
انا اسف اني مش فاكر اسمه، دايما بيقعد يقول الكلام مقطع كده. فكره ان انا يبقى عندي كلام كتير، جايز جزء من ملامح الشخصيه انها تبقى كده، عندي كلام كتير لو انا قلبته وحطيته في اماكن كان في ناس قاعده. طب ده اعلان معمول لشركه تليفونات، في النهايه هم خدوا الشخصيه بطريقتها بتركيبتها بطبيعتها واستغلوها لانها بقت معروفه في دعايه. تمام. هنا التأويل الكلام او نقل كلمه جنب كلمه، طب انا ممكن انقلها بطريقه تانية فتدي معنى مختلف عن المعنى اللي انت بتقوله. تمام. بس اذا يعني انا ليه هاخد اختيارك انت في القرايه؟ اختيار انا في القرايه، انا اللي يعني اللي انا بكلمه على حضرتك ده اللي بقوله لحضرتك ده اللي هو التويتات بتاعتها على تويتر، هي الشخصيه عن صفحتها على فيسبوك فيها 1,000,000 متابع، وصفحتها على تويتر فيها 88,000، فمليون متابع حاجة رهيبة طبعا لأنها مش شخصية حقيقية، مليون متابع على الفيسبوك، على تويتر عندها 88,000. ف ده اللي بقول لحضرتك. أما الإعلان بقى حاجة تانية خالص، الإعلان هو نازل لسه من 5 أيام. كويس. طب أستاذ أحمد، أنت تعرف شخصية تيدي الأمريكية؟ شخصية الكرتون دبدوب تيدي، تعرفه؟ ده ليه موقع برضو عنده 6 ملايين متابع. اوكي، بقاله كام سنه ده ما ده 6 ملايين وده 80,000. ما هو احنا بنتكلم دلوقتي، ما ممكن اقول لحضرتك تامر حسني عنده 6 مليون، امينيم عنده 80 مليون فانز على الفيسبوك، الاجانب غيرنا في اي حاجه. ايوه، معنى الناس ايه؟ هو مجمع، انت دخلت فاكتشفت ان الناس دي بتجمع بينها شفرات وبيدخلوا، ما اي حد بيعمل لحد لايك وبيدخل، بيعمل فولورز وبيدخل. حضرتك هتدخل على الصفحه بتاعتها هتلاقي الناس، كل الناس اللي عندها كلها مش فاهمه ايه كلماتها، يعني بيقولوا لها مش فاهمين منك حاجه. ايوه، بيقعدوا يعملوا افيهات عليها. طب انا اقول لك حاجه يا استاذ احمد، علشان ما بقاش انا في موقف المناقش او المدافع، هناقشكم انتوا الاثنين. انا معايا فاهيتا نفسها، وانا اسف ان مش هتظهر بصوت الشخص او الشخصيه اللي عليها علشان ده يحرق الشخصيه، فما هينفعش، فهتدخل معانا ابلة فاهيتا. مساء الخير ابلة فاهيتا. بونسوار ميسيو خيري. بونسوار، انت معانا على الشاشه دلوقتي مباشره وعلى الهواء في برنامج ممكن. اهلا يا ميسيو خيري، بونسوار. ابلة فاهيتا، انت سامع الاستاذ احمد سبايدر بيقول انك شخصيه غريبه ظهرتي في وقت قياسي، بقى في حواليك معجبين وفانز كتير قوي، بقوا في لغه بينكو عدا الكلمات اللي بتكتبوها لما تترجم او تتجمع بطريقه ما تشير الى شيء مش مريح. انا اقول لك يا ميسيو خيري، طب احنا متعودين اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. تمام. ليه؟ علشان نفضل جنب الحيطه ونرضى باللي احنا فيه، فتعودنا اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش، فلما يطلع لك حاجه ما تعرفهاش الشخص الذكي يحاول يفهم اللي ما يعرفوش فيتعلم ويشوف الدنيا. ده الشخص المختلف. لكن الشخص المتخلف يقول لك تشتان، اكيد اللي ما عرفوش ده يبقى بعبع، وما يحاولش يفهمه فيخاف من اللي ما يعرفوش ويفضل محله سر. بس شخصيه فاهيتا بدات امتى؟ بدات في 2010. الفكره جت منين وانت بتبني شخصيتك كده؟ إيه، انت عارف انا ام وعندي بودي. نعم. ولقيت ان افكاري الناس بتضحك عليها وبتحبها. ماما استني يا كركور، انا مع انكل خيري يا حبيبتي، استنزل يا ماما. المهم استني يا كركوره بس لما نوضح للجمهور. يا حبيبتي التلفزيون، روحي يلا غطي الكرك، روحي غطي بودي، روحي غطي بودي يا كارم، يلا يا ماما. معلش يا مسيو خيري. اتفضل يا فايتة، اتفضل يا فايتة. فأنا بكتب خواتري على التويتي وعلى الفيس. نعم. والناس بتفهمني وفي ناس ما بتفهمنيش. اللي ما يفهمنيش ما يلزمنيش، لأن الويب مليانة أشكال وألوان، وانت ليك تختار بتحب ايه، ايه اللي تحب تسمعه تحب تتابعه. لكن انك انت تفرض على الناس انها تبقى بطريقة واحدة ولو اختلفت تتهمها،
ده اسمه تخلف يا ميسيو خيري، تخلف. طيب هو انا متحفظ على اللفظ بس علشان ضيف اللي معايا هو هيرد عليك. انا قصدي التخلف في التفكير يا ميسيو خيري، يعني انت تبقى ممكن تبقى شخص مخك بيفكر لقدام، وممكن يبقى شخص بمخه بيفكر لورا. نعم. اللي ورا ده اسمه خلفي، بلاش اسفة، خلفي. فهيت انت ليه اخترتي شجرة الصبار في الاعلان وهم اربع صوابع ولا تلاتة؟ لا هو تجديد يا ميسيو خيري. نعم. انا بقول اللي نعرفه واللي ما نعرفوش، انا احب اروح للي ما نعرفوش عشان اجرب في الدنيا واشوف. نعم. وبعدين الاتهام اللي هم متهمني بيه انه كلام غير المعتاد واعلان غير المعتاد. هو نعم. ايه المعتاد؟ ايه المعتاد؟ هو ايه المعتاد؟ يعني لازم نعمل اعلانات زي بعدها، لازم نعمل الافكار زي بعدها، ولو حاولنا نعمل حاجة مختلفة نبقى شتان او تبقى بتعملي شفرات او ابقى بعمل شفرات. هو مش وارد شفرات العقل في اطار التجديد انك تعملي شفرات لجمهورك؟ يا سيدي مفيش شفرات يا ميسيو خيري، انا دي لغتي، انا عندي، انا كلامي قليل واحب استخدم عقلي في الكلام، بكتب كلمتين اللي يفهمهم يحبهم واللي ما يفهمش يقول شفرة. رحت النيابة النهاردة قبل فهيتة؟ لا يا ميسيو خيري انا ما روحش نيابات، انا ام وعندي بودي. بعت المحامي بتاعك؟ لا المتر مهير قال لي ما تقلقيش لان ده كلام فاضي. كلام فاضي؟ طيب. لا يعني انا ما عنديش تهمة معينة، البلاغ متقدم في الاعلان. طيب انا معايا الاستاذ احمد سبايدر. استاذ احمد سامع كلام قبل فهيتة؟ انا سامع وعايز اسمعها اكتر واكتر. طب ما تناقشها، يعني اسألها في اللي انت عايزه او شاور لها على الحاجات اللي بتتهمها فيها. ما هو المشكلة ان حضرتك انا بكلم شخصية اعتبارية مش عارف مين وراها، ده رقم واحد. رقم اتنين هي غلطت وقلت ادبها، بس عادي انا خدت الكلام بضحك لان ما عنديش اي مشكلة، لان انا هسجنها على الهواء قدام الناس اهو، هسجنها تمام. وعايز اقول لها هي شخصية كوميدية كويس، مش المفروض ان هي كوميديه. لا احنا يعني حضرتك بعد ما نخلص المناقشه مع بعض هتعرض الاعلان، يا ريت تعرض الاعلان شريحه المرحوم للشعب اللي بيتفرج على حضرتك دلوقتي. ف والشعب اما نشوف ايه كميه الضحك اللي الشعب هيضحكوا مع حضرتك دلوقتي، على الصبار ولا على المرحوم ولا على الشيخ القلوس ولا على الدم اللي هو النظام الجديد في شركه فودافون اللي هو الريد، النظام الجديد اللي هو لما هيدخلوا فوكس. لا معلش انت كده بتتكلم عن شركه باتهامات، انا بستاذنك يا احمد، انت عارف ان هناك محاذير اعلاميه، انا ما اقدرش اتكلم على شركه حسب تفسيرك فتوجه لها اتهامات كده. طب ما هي دي الاتهامات اللي في البلاغ. على فكره انا اتحقق معايا في نيابه امن الدوله العليا، ونيابه امن الدوله العليا التحقيق بس التحقيق 30 صفحه تمام، يعني مش بلاغ. وعمل التحقيق معاهم النهارده وصرفتهم بدون اي شيء وطلبت تحريات المباحث، مش عارف المباحث هتمشي وراك يا فايته وتسجل لك تليفوناتك لحد ما تكتشف. مش المباحث، الجهاز الامن الوطني. تمام يعني الموضوع امن قومي وبيمس خطوره كتير قوي الايام الجايه. انا ايه الامن القومي اللي رصدته يا استاذ احمد عشان بس الساده المشاهدين وهم بيسمعونا؟ اقول لحضرتك خليكي معايا قبل فايته واسمعي عشان هسمع ردك. مش لانه وعد انه هيسجنك، الاستاذ احمد قال انه هيسجنك بامانه. معلش بصي يا استاذ خيري، الارمله الحلوه دايما مطمع، ودايما الشجره المثمره بس هي اللي بيحدفوها بالطوب، وده شباب تعبان. فمعلش نسمعه يا مسيو خيري. طيب اتفضل يا استاذ احمد. شباب تعبان بتغلط ليه؟ شباب تعبان يعني بيبص للستات الحلوه، مش قصدها حاجه وحشه. لا الحمد لله محلوله يعني. اتفضل. يعني حضرتك هتديني الوقت اللي اتفضل اتفضل انا سامعك. اوكي الاعلان بيبدا بشجره المفروض انها كريسماس. لا كريسماس ده شجره كريسماس متشاله ومحطوط مكانها شجره صبار، ما نعرفش ايه جاب ده مع ده، بس عادي ما فيش اي مشكله. يعني وانا لو جبت بطيخه وعملت عليها اي شكل وقررت احتفل بيها ما عنديش اي مشكله، انا بكمل لحضرتك اهو في الاخر نناقش بعض انا وحضرتك. تمام
ففي في شجره شالد وشجره الكريسماس وحاطين مكانه شجره صبار، وفي حاجه صغيره كده على الشمال يعني بترمز لقنبله. انا بقول الكلام ده، وعلى اليمين الاماكن الفوضويين الايه بتاعتها. فلما الاعلام بيدخل فيه في الخلفيه برنامج تلفزيوني في الباك جراوند بتاع الاعلان، برنامج تلفزيوني بيتقال فيه صدور صدور الرومي الرومي محشيه الكريسماس والكيكه الكريسماس. فانا بقول ان صدور الرومي اللي هي المحشيه الكريسماس اللي هي محشيه الكريسماس دي هي عربيات مفخخه هتبقى فيها. يعني لو كانت قالت صدور بط كانت مش هتبقى عربيات مفخخه. ايه علاقه الرومي بالعربيات المفخخه؟ ما انا قلت لحضرتك الورك معناه ايه يعني؟ ما هي الناس دايما بيذبحوا رومي بياكلوا رومي في راس السنه. اوكي، ما انا قلت لحضرتك هكمل الاعلان وحضرتك اكتب مع حضرتك اي سؤال هتسالوني وانا مستعد اجاوب عن اي سؤال. انت عايز تكلم تكمل ورا بعضه يعني؟ اتفضل. اوكي بالظبط. وكيكة الكريسماس هي بترمز ان كحفله ان هم يعملوا على المصريين حفله في الكريسماس. يدخل بعد كده الاعلان في هي بتقرا كتاب مكتوب عليه الادب الساخر باسم بنت الايه، اللي يشوفها للوهله الاولى بسبب الرغوشه يفتكر ان هي كلمه الله وهم وابن الرقابه مرغوشه على كلمه الله. المفروض برضه هي تجاوبني على كل الاسئله دي، ليه ايه الرغوشه على كلمه الايه؟ لان طلع كتاب حقيقي، احنا كنا مفكرينها، انا كنت مفكره انها كلمه بنت الله، طلعت ان ده كتاب حقيقي. مين قال انها الله؟ طب ما انا كنت فاهم ساعه ما شفته انها بنت الكلب مثلا. ما هي ما طلعتش الله. أنا ايوه، ما انا عارف انت ليه افترضت ان انت افتكرت انها الله وانا افتكرتها الكلب. لان مشوشه كتشويش رقابه، عارف لما حضرتك يبقى في كلمه مش عايزينها تظهر الرقابة شايلها، نوع من لفت النظر، بلفت نظرك عشان اخليك تقعد تحتار. فلفت النظر كان ممكن يبقى على الجملة كلها بنت الايه. ده لو انت اللي هتعمله، هو لما عمله قرر انه يسيب الكلمة ويخلي بنت عشان يسيب فضولك. انا حر. اوكي، قرر ان هو يسيب بنت فقط. اوكي، فخلينا ادي نقطة تاني، ان هو قرر ان في تركيز على كلمة بنت. دخل الاعلان بتقول لها يا كركورة دور على شريحة المرحوم. تمام، فدوري في الصندلة في الأول. بعد كده جالها مكالمة هاتفية من شخصية اسمها بطة، شخصية مش معروف هي مين، فبتقول لها ايه فكيتي إيه فريزر، يا فريزر يا بطة فريزر. تمام، ده الساعة دي ما اتشافتش من أيام الدليسيت. تمام، كل دي الصدفة، مع ان الناس دي او اللي ورا الشخصية اللي بتكلمني دي، الناس دي عارفة ان في اللعبة اللي احنا فيها دي ما فيهاش صدفة. تمام، فنكمل مع بعض. فبعد كده جات لها بنتها تاني، وبتقول لها بتقول لها ماما توتو، وهي بتكلم بطه لسه في التليفون، بتقول لها ماما توتو لا ما تكلمهاش. تمام، دي طقم اسنانها، طقم اسنانها اتجمد في الكوبايه ولسه مستنيين يفك. ايه علاقه كل ده بفودافون؟ هنقول صدفه لسه، انا بكمل. ف طقم السنان دوت، هو طقم السنان ايه اللي هسأل حضرتك يا فندم سؤال وحضرتك ترد عليا، ايه الحاجات اللي اتجمدت الفترة اللي فاتت في مصر؟ اتجمدت التلج في الثلاجة، يعني ايه اللي اتجمد في مصر؟ ايه اللي اتجمد في مصر الفترة اللي فاتت؟ قصدك على أموال الجمعيات؟ أموال الإخوان بالظبط. بس الإعلان قبل التجميد. لا 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 لا، ولا كانوا عارفين الحكومة؟ لا ده الحكومة لا لا كمان لا معاها. لا لا لا، ده الإعلان ده له 5 أيام بس. الاعلان ده نزل بعد التجميد مش قبل التجميد؟ لا بعد التجميد. ده كان قبل التجميد. لا 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 لا، الاعلان ده بقى له 5 أيام فقط. ده صحيح يا ماما فايته؟ يا حبيبي الاعلان نزل يوم الخميس. الخميس اللي فات ده؟ يا حبيبي. الاعلان نزل بعد التجميد وتاريخه مكتوب. احنا فيها، وفي في التشانل بتاعت اليوتيوب، الاوفيشال تشانل بتاعت اليوتيوب بتاعت فودافون. اوفيشال يا سوسو اوفيشال. طيب ممكن ندي لابله فاهيته علشان الحاجات ما تطوش بس. لا لا ده في لا لا في جزء مهم، الجزء الثاني. ايوه، ما انا هرجع لك فيه تاني، انا هرجع لك فيه. ده مش مهم. امال انت ما دام مش مهم بتقوله ليه؟ ابله فاهيته. احنا على المهم يا ابله فاهيته. نعم يا استاذ خير. فكيتي وفريزر ويا بطه فريزر، الساعه ما اتشافتش من ايام ديلي سيبس، ماما سوسو ما تكلمهاش، طقم اسنانها ومستنيينه يفك. هما 32 جمعية، ده 1000 شوية جمعية. ايه الكلام الغريب ده؟
هو ده اللي كان هيعمل كارثه؟ بص احمد سبايدر او العنكبوتي، سبايدر يعني سباي يعني جاسوس، واحمد جاسوس، هل نقدر نقول كده؟ ما ينفعش، هو اسمه سبايدر. التانية اسمها ماما توتو، البرد طقمها اتجمد في الكوباية. في ايه غلط في الكلام ده؟ مش مستنياه تفك؟ طيب ما الطقم اتجمد يا راجل في الكوباية مستنياه يفك؟ بص انا بقولك المشكلة مش في تحرير الاعلام، المشكلة في العقول يا استاذ خيري. العالم كله بيحارب الجهل والفقر، واحنا بنحارب الضحكة الحلوة. الكتاب ليه يا ماما فاهيتا ولا يا ابله فاهيتا كان اسمه بنت؟ انت لابس دلوقتي قميص لونه موف. اه عشان راس السنه حاجة. اول سنه بس. هل ده رمز؟ هل ده رمز؟ هل دي شفره؟ البتاعه دي هي الشفره. الايه؟ الكتفات بتاعتي دي يا استاذ خيري، ده تضييع وقت. انا يا ريت تكلموني تقولوا لي عشان اخترعتي حاجه، ابتكرتي حاجة، أنجزتي حاجة. دي ناس بتضيع عقولكم وعقول الناس، دي ناس فاضية عايزة نمشي في استامبة واحدة. أنا بعمل إعلانات وأفكاري وحاجتي، مش عاجباه يسيبه، حاسس إن في شك يبلغ وخلاصي. لا أصل أنت عملت مشكلة لفودافون كده. يا سيدي الفاضل مفيش مشاكل، دي أفكار والويب مليانة. انت تشوف انت بتحب ايه، عاجبك اتفرج عليه، مش عاجبك خلاص سيبه. ايه رايك يا احمد؟ مش كلام منطقي؟ حضرتك سامعني؟ سامعك. طيب حضرتك ممكن معاك ورقه وقلم حضرتك دلوقتي؟ معايا ورقه وقلم. يا ريت الشعب كله مع حضرتك دلوقتي، لان انا عارف كميه المشاهده اللي على حضرتك دلوقتي، لان جميع صفحات الفيسبوك نزل عليها دلوقتي ان احمد سبايدر بيواجه فهيد عصيبي فيه، كويس؟ نعم. كلمه مصر، كلمة ماما في جميع شفراتها وجميع جمالها على مستوى كل التويتات بتاعتها لمدة، لو هنرجع شهرين ورا، هي مصر. هنفضحها بقى، أنا هفضحها دلوقتي على الهواء قدام الشعب كله. كلمة ماما هي مصر، خلاص. كلمة ماما هي مين؟ مصر. تمام، هي مصر. تمام، ماما هي مصر، بنت هي إسرائيل. تمام، بنت هي إسرائيل، بنت هي إسرائيل. انا بتكلم حاجات خلاص يعني. انا طيب لا، فك انا معاك اهو. يا جماعه، ماما هي مصر، بنت هي اسرائيل، البلط البيج اللي هي اتكلمت عنه في الاعلان هو الجيش. صدقت بطنه الجيش، هو انهاك كل قوه الجيش اللي في الشارع لما قالت لها صدقت بطنه. طب واحده بتدور على شريحه مرحوم زي ما بتقول، شريحه موبايل في بلطو بيج وبلعتها. طب تفتق بطنه عشان تطلع الشريحه، هبلعها برضه. تمام، قالت لها طب عضعضت يأتو. طب عضعضت ايه؟ عضعضت يأتو يا استاذ خيري، يا استاذ خيري، اقسم بالله العظيم الموضوع لا يتحمل تهريج. في انا انت شايف الخطر داهم الى هذا الحد يا احمد؟ يا استاذ خيري، اصل الكريسماس عدى يا احمد. لا، الكريسماس كان يوم 25، مش شهر ولا سنه زي ما انت قلت. لا انا ما قلتش السنه. لا انت قلت شهر يناير كله. شهر يناير كله، تمام. مفيش كريسماس بيقعد شهر، وبعدين فهيتا تقدر تطلع كل اسبوع حاجه وتعمل تغريدات مختلفه غير الكريسماس يعني. اوكي انا عايز اكمل. عضعضت يأتو. طب انت بتدوري على شريحه يا ست كركوره. عضعضت يأتو، تعضعض يأتو ليه؟ الياء في اللغه العربيه هي الياء البلطو، تمام. وفي الجيش، تعالى بقى خد بقى كلام احمد سبايدر المجنون المتخلف اللي هي بتقول عليه ان هو متخلف. احمد سبايدر المجنون بيقول ان البلطو هو الجيش. طب لياقه البلطو تبقى ايه يا استاذ خيري؟ تبقى ياقه بلطو بالنسبه لنا. انت سبايدر ما اعرفش انت ممكن تخلي ياقه البلطو ايه؟ ياقه البلطو زي ياقه القميص، زي ياقه الجاكيت. اللياقه بتاعت الجيش هي اللي بيتحط عليها الرتب القيادات الكبيره اللي في المجلس العسكري. ايه علاقه اللياقه بالكتافات؟ لا مش الكتافات، لا ما الكتافات هي اللي بتحط عليها الرتب. لا، وفي اللي بتتحط على اللياقه، النياشين والحاجات دي اللي هي بترمز للقيادات الكبيره في الجيش. تمام، اضعضت ياقته يعني حدمت ياقته. فبعد كده في بقى طب وبعدين يعني انا هفترض هذا تاويلك
انت اخترت ان البلطو البيج يبقى الجيش والياقة تبقى الرتب. فبتعمل ايه يعني؟ في رياكشن، في رياكشن. ايه رمز ماما توتو؟ انا عايز اكمل لو سمحت. في رياكشن لكركوره بنتها اللي انا برمز لها ان هي جميع عملائها على الارض. فاكر ببساطه جدا، فاكر فيلم شنبه في المصيده بتاع فؤاد المهندس لما كان كل لما يقول مصطلح ورا بعض العمليات في النمليه يقوم كل اللي في الشارع الاعضاء بتاع العصابه يقوموا منفذين خطه معينه، هي بتستخدم نفس الاسلوب ده. انت بتتفرج على فيلم فؤاد المهندس القديم ده؟ شنبه. طبعا شنبه. يعني ايه يا عنكبوتي؟ يعني ايه شنبه؟ انا هستحمل قله الادب منها، مفيش اي عندي اي مشكله. لا سبايدر عنكبوتي ده بتدعبك انت، بتتكلم مع كرتون يعني. لا 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 ماني ايه ده، انا ما استنضفش، انا هسجنها الايام الجايه، انا هسجنها الايام الجايه. النص الثاني في الاعلان هو المهم، كل اللي فات ده كوم. طيب هات لي الجزء الثاني عشان انا خدت وقت طويل قوي في الموضوع. لا هو الاهم بقى، بتقول لها بعت البواب للسكيورتي المول اللي جنبينا وانا خلاص اتعرف ايه المول اللي عايزين يفجروه، تمام؟ بتقول لها انا بعت البواب لسكيورتي المول اللي جنبينا، في كلب وحارس وهياخد نسبه. عمت ساكته شويه كده، المفروض ان بطه، قالت لها كلام في التليفون احنا مش سامعينه، وحتى رد عليها عمت قايله لها الحارس مش الكلب هيجي يشمشن لي، هيجي يشمشن لي، يعني دلوقتي في حارس ماسك كلب حراسه بيشمشن بيطلع قنابل من قلب العربيه. سمعتك بتقول الكلام ده امبارح، وبتقول ان ده معناه تفجير مول، وانت عرفت المول. عرفت المول منين؟ لا عرفت المول اللي بالمواصفات دي وريكس بوليس، هي قصدها ريكس بوليس، هي اللي هيسمعها للوهله عايز تفهم شفرات الناس دي ما يرمكش للمعنى اللي هم بيكتبوه. مين الناس دي؟ مين الناس دي اللي عندها شفرات فانت تعرفها عشان انا ما اعرفهمش؟ دي منظمه، اكبر منظمه تجسس، والايام بيننا والقضاء بيننا ونيابه امن الدنيا. المنظمه دي اسمها ايه بتاعه التجسس العالميه دي؟ منظمه تجسس تخابر تابعه للام اي 6 المخابرات البريطانيه. انا ساحاسب على كل كلمه بقولها، ولو ما كنتش متاكد من كل كلمه بقولها مليون في الميه ما كنتش هروح وهجري ومعرض حياتي للخطر، وبحمل الشركه اللي انا مش عايزين نقول اسمها، شركه الاتصالات اللي فيها البيان، وبحملهم كلهم، وبحمل باسم يوسف وسته ابيل والالترس وجماعه المسلمين، بحمل لان هم كلهم في قلب المنظمه دي، تمام؟ بحملهم كلهم مسؤوليه حياتي الايام الجايه. استاذ احمد سبايدر انا بشكرك جدا. أبلة فاهيتا طلعت في ام اي 6 يا استاذ خيري، طلعت مخابرات بريطانيه يا مسيو خيري. نعم انتوا مفروض تكونوا بتفتحوا عقول الناس، سمعونا حاجه، تعلمنا حاجه، نشوف العالم بيعمل. طب انت مش دورك برضو انك تعلمي حتى باعلان، تعلمي الناس حاجه وتفتحي دماغهم؟ انا بعمل، انا صفحه كوميديه، شخصيه كوميديه ساخره هزليه. نعم احنا محتاجين نخترع ونبتكر. العالم بيعمل الايفون 6 دلوقتي واحنا بنترجم تويتات قبل فهيتة. برضو بتقولي ايفون 6 وبيقولي انك ام اي 6، يعني المسألة برضو فيها شفرات اهي. اهو اتفضل. طب ما انت لابس بلوستك لون بلوستي، هل يبقى في شفرة بينا؟ هو انا يعني مستضيفك ليه؟ طبعا في شفرة، مش احنا مرتبينها؟ طيب شفت بقى يا استاذ خيري، الشعب محتاج يتنور، محتاج يطلع لقدام، مش محتاج يرجع لورا. أبلة فهيتة قلقانه انك تتهمي بالتخابر او تدخلي السجن؟ بالعكس انا مبسوطه ان السنه بدايتها كوميديا. طب خلينا نضحك بقى، خلينا نضحك مع بدايه السنه. ايوه طبعا السنه كلها اولها ضحك، وباديه هي من اول يوم، ودلوقتي نازله رايحه حفلة راس السنة التانية برضو. ايه ده؟ هي السنة لها راسين؟ ليها راسين، بسرحها على طول. راس قدام وراس ورا. أبلة فهيتة المهم ازاي سلوى؟ سلوى كويسة قوي الحمد لله، بتسلم عليك. مين سلوى؟ أيوة بسلم عليها. مين سلوى؟ معرفش بقى، بس هي كويسة قوي، هي كمان بتفرج عليك دلوقتي. المهم يا أستاذ خيري أنا أقول لك حاجة، الشعب المصري لو عنده ثروة قومية هي خفة الدم. صحيح. العالم كله
احنا زمان كنا بنصدر نجيب الريحاني وكنا بنصدر عادل امام وسمير غانم وكان عندنا بيجي وطمطم وكانوا حالة والعرب كلهم حبونا من خفة دمنا. النهاردة ده الجيل الجديد من خفة الدم. ماشي يا أبلة فايتة انت نورتي. يلا بونسوار يا مسيو خيري دوشتك. خدت من وقتك كتير اكيد عندك شغل وعندك اعلانات قد كده. انا بقيت مليونير الويب دلوقتي. انا اقول لك بقى بالمناسبة دي ربنا يعينك. المهم تدفعي الضرايب عشان ما يجيبوكيش. لا انا اقول لك حاجة. انا النهاردة دخلت او نادي مليونيرات الويب. عندي مليون فان النهاردة. وبقول لكل واحد قاعد في بيته لو ما تقدرش تبقى مليونير في الحياة الحقيقية ممكن تبقى مليونير على الويب. والويب هي الحل. وسيبكم من اللي بتسمعوه ده والتفتوا لمستقبلكم واعملوا حاجة تنفعكم وتنفع بلدكم. بشكرك جدا أبلة فهيتة ودعونا نرى هذه أحوال مصر. أنا مش مصدق نفسي إن أنا في المشهد. مشهد غريب عليا شوية. كلام غريب. فبس اتعودنا في السنين الأخيرة في الثلاث سنين الأخيرة إن احنا بنسمع كلام غريب. خلوني قبل ما أقول لكم آخر خبرين ثلاثة عندي هطلع فاصل. بس قبل الفاصل عايز أعزي الأول زميلي الأستاذ عمرو الليسي وعائلته الكريمة في وفاة الأستاذ الكاتب صاحب الكرنك وميرامار وتصرفه النيل ممدوح الليسي الراحل ممدوح الليسي رئيس قطاع الإنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري السابق. النهاردة رحل عن دنيانا. العزاء يوم الجمعة في الحمدية الشاذلية. خالص العزاء لعمر ولكل العائلة الكريمة في مصابها الكبير. عايز أقول لكم مين ضيوف النهاردة. كل المجلات والمواقع والجرائد والبرامج بتعمل استفتاءات وبتختار مين شخصية العام. ناس شايفة ان السيسي شخصية العام وناس شايفة ان مرسي شخصية العام حتى ولو دخل من باب اخر باب خلفي بس شخصية العام. وناس شايفة ان اهم حدث هو 30/6 وناس بتقول لك رابعة. كل واحد بيشوف حاجة من ناحيته. احنا في البرنامج لما قعدت مع زملائي وقعدنا نقول طيب احنا ممكن نستضيف مين شخصية العام واللي نعرف نجيبها وتعرف تطلع للناس. قد تبدأ بشكل تقليدي ان احنا نقول مين اشخاص اسماء نجم. لقينا ان شخصية العام هي المواطن المصري الشعب المصري البسيط مش اللي بتشوفوهم طول السنة مش المتحزلقين مش النخب مش السياسيين. الشعب المصري اللي قاعدة تجيبه فاهيتة ويوديه سبايدر. الشعب المصري اللي بقى ملطشته الكل. الشعب المصري اللي بتطلعه ثورة وتنزله ثورة وهو جعان وبردان. الشعب المصري اللي بتشعبط في الاتوبيس وبركب الميكروباص. الشعب المصري اللي بتقطع عليه الطريق ومش عارف يدخل الامتحانات. الشعب المصري اللي مش عارف يجيب دواء او لبن لعياله. الشعب المصري الشعب المصري الشعب المصري هو المطحون في كل اللي بيحصل. واحنا قاعدين في قاعات مكيفة وبنستضيف شخصيات مهندمة ومحدش حاش بالشعب المصري. احنا النهاردة هنسمعكم الشعب المصري. معايا اربع ضيوف بني آدمين بجد من لحم ودم. معايا بني آدمين حاسين بالناس وهم من الناس. فيهم بيصحوا الصبح من بدري ويودي عيالهم المدارس ويجيبوا لهم يعملوا لهم سندوتشات وحال ما بيلاقوش العيش فبيقسموه. وفيهم ناس زي الدكتور عادل قاسم مثلا واهب حياته علشان يلف في المحافظات ويروح سينا وينقذ الناس. واهم من ده كله مجمع حواليه شباب جامعة. انتوا بتشوفوا اللي بيحرقوا ما بتشوفوش اللي بيزرعوا. هو هيحكي لنا ازاي بيزرعوا ازاي واصلين لعيال الصغيرة وعايزين يلحقوهم ازاي عايزين يحببوهم في البلد دي. معايا السيدة منى السجيني دي صاحبة ورشة نحاس في الازهر. هتقول لكم الناس عايشة ازاي بس عشان تشوفوا الناس محشورة ازاي. معايا الاستاذ خالد محمود ده سائق وكمساري في هيئه النقل العام واخد خط من السبع عمارات الحي السابع لحد هضبه الاهرام. محطات بقى يا باشا ده اتوبيسات من بتوع التحرش
وبتوع رابعه وبتوع الذل كله وبتوع الفقر وبتوع البهدله. عايزين نشوف الناس اللي بتركب الاتوبيسات شكلها ازاي وعايش ازاي، وهو شايف ده كله وبتفرج على مصر من حواليه، شايف ايه سر الخاطر وايه يجرح الخاطر. معايا كمان الاستاذ احمد عيد، ده راجل كهربائي بيدخل بيوت عاليه وواطيه ونص نص عشان يوصل فيشه ويركب لمبه متدليه بسلك ولا نجفه كبيره، المهم ان شغلانته انه ينور. يا ترى هو شايف نور ولا ضلمه؟ دول نماذج من الشعب المصري، هيكلمونا عن الشعب المصري اللي كلنا بنجري وكل واحد بيدور على كرسي او على مغنم او على مصيبه للبلد دي. نلتقي بعد الفصل. الطريق الى ايلات والسكرية، ثرثرة فوق النيل، كلها اعمال خالدة في تاريخ السينما المصرية وارثا فنيا ضخما تركه السيناريست الكبير ممدوح الليثي. ولد ممدوح فؤاد الليثي في ديسمبر من عام 1937، وحصل على بكالوريوس الشرطة عام 1960، ثم ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، وبعدها دبلوم معهد السيناريو عام 1964. في عام 1967 اتجه للعمل بالصحافة وكتابة القصة، حيث عمل في مجلات روزا اليوسف وصباح الخير. تدرج الليثي في مناصب عديدة، كان من بينها رئيس قسم السيناريو ومراقب على الأفلام الدرامية، ثم رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقيب المهن السينمائية. قدم الراحل أكثر من 160 فيلما دراميا و600 فيلما تسجيليا وما يزيد عن 1500 ساعة درامية. في الأول من يناير عام 2014 توفي المنتج والسيناريست ممدوح الليثي عن عمر يناهز 77 عاما بعد مسيرة مهنية حافلة بالنجاح. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى. تعليقات فاهتة مولعة الدنيا، ناس قاعدة تشتم وناس قاعدة تقول لك دي مؤامرة بالفعل، وناس بتقول لك ده تهريج وبلد فوضى. مصر يعني بنشتغل ايه دلوقتي؟ مش عارف ثلاثية الابعاد اسمها ايه. مصر فرجة دلوقتي، مصر 3D، 3D. مصر بتدخل في الغميق بس في الحارة المزنوقة. مصر قاعدة بشعبها بأتوبيسها داخلة في الحارة المزنوقة. الحارة المزنوقة دي مش واخدة بالها ان في اشتباكات في اسكندرية ما بين المواطنين، ناس من الاخوان والاهالي، اصيب ضابط وجندي وقتل شخص، مش عارف اقسمها ازاي، مش عارف اقول من هنا ولا من هنا، يعني مش عارف اقسمها يعني من الاخوان ولا من اللي ضد الاخوان. و اتقبض على 10 حتى هذه اللحظة. ايضا في اشتباكات في شبرا والاخوان بيصعدوا بالليل، بيجوا بالليل. بكرة برد، مش عارف البرد هيعمل ايه. بكرة مصلحة الارصاد، هيئة الارصاد قالت ان بكرة هيكون في برد، يعني عايزين البطاطين تطلع عشان تتوزع بسرعة. طيب قضية تانية من القضايا اللي مصر غرقانة فيها للركب، قضية التسريبات والمكالمات. زميلنا عبد الرحيم علي الباحث السياسي فجر وأذاع مجموعة من التسجيلات الخاصة في مكالمات خاصة بين شباب ثوري، مجموعة من الأسماء. ربما فرحت البعض بهذه التسجيلات لأنه يكره أو واخد موقف من هؤلاء الشباب أو شايف أن تصرفاتهم ضد هذا البلد، البعض بيشكك في وطنيتهم، البعض بيتهمهم بالعمالة، بعضهم في السجن بالفعل في قضايا شغب ومخالفة قانون التظاهر. لكن بقى في طيارين في مصر، طيار بيقول لك ايوه افضحهم، طلع اهتك استرهم. الكلام اللي بيقولوه كلام بيقول ان في مؤامرات، ان عندهم اسرار، مفيش حاجه تقدر تمسكها توديها النيابه تقول ان هذه جريمه. والبطل في هذا الموضوع اوراق امن الدوله، وستظل خروج مستندات من امن الدوله بعد 11 يناير 2011 18 يناير 2011
18 فبراير 2011 وما حدث من اقتحام مزري لأمن الدولة وسرقة ملفات تخص أسماء وأشخاص شيء مؤسف. ده سر حتى الآن مين دخل طلعوا فيديوهات. أيوة أنا فاكر أيامها أنه سمح لهم بالدخول كنوع من الامتصاص، كانت آلاف واقفة على هذا الباب وأخرج ضباط الأمن الوطني أو أمن الدولة وقتها من مكاتبهم بمدرعات الجيش وخرجوهم من باب آخر وفتحت الأبواب. اتفضل. ده كان بيعمل ده نوع من السياسة، نوع من الامتصاص، نوع من إيه، وخرجت أوراق وتزور أوراق وتنسب لناس حكايات. فالبعض بيقول لك ايه، افضحهم، خلي الناس تعرف ان هم البلد دي كبيره قوي وصغروها. لكن في صوت تاني ومهم، فكره الخصوصيه. انا منحاز للخصوصيه، بس اللي بيتكلموا دلوقتي كنت اتمنى اللي بينتقدوا، وانا مش ضد الانتقاد، انا منحاز الى عدم هتك الاسطار والاسرار، واللي عنده حاجه يوديها النيابه، واللي مرتكب جريمه تروح النيابه. فكره ان في حاجه تمت بشكل، الشرطه النهارده بتنفي ان التسجيلات خرجت من عندها. بس طب خرجت منين؟ التسجيلات دي كانت موجوده في امن الدوله مثلا فاتسرقت وحد سربها دلوقتي. لكن انا بسال المنتقدين دلوقتي، هو انتم ما اتكلمتوش ليه بنفس المنطق ايام تسريبات السيسي؟ ليه ما شفتوهاش جريمه باي حال من الاحوال؟ سواء كانت التسريبات اللي تمت في لقاءات داخل غرف مغلقة في القوات المسلحة أو أشياء منسوبة إلى حوار الفريق السيسي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي مع زميل ياسر رزق. ما هو المبدأ ما بتجزأش، والكاس هتشرب منه، لازم تشرب منه. إذا قلت هي وحقهم يبقى حقه، إذا من الأول قلت لأ، واللي يأتي بطريق غير شرعي، المهنة دي لها احترام فما ينفعش ننشر حاجة متسربة، يبقى ينطبق على الكل. عندما أسقط المبدأ بقى كله سواء، مش هتعرف تجد تعاطف. لو سجلت الموقف من البداية أنك معترض على هذا الطريق، واحدة من اتنين، يا تقول لي دي مصر وطالما الكلام عن مصر وده أشخاص قابلت أن تمارس السياسة فأي شيء يتمسك يطلع، يبقى أشرب. إذا قلت لأ، هتك الستر والتجسس والتنصت وفتح الأسرار غلط وضد الأخلاق وضد الدين وضد القانون، يبقى على الكل مبدأ واحد، اوعى تجزأه. ولو واحد انت بتروح في قضية كبيرة يقولك التسجيلات بإذن ولا من غير إذن، لو طلعت التسجيلات من غير إذن بتبطل القضية في بطلان. الأستاذ عبد الرحيم علي قال ان دي طالعة بإذن نيابة، الشرطة قالت ملناش دعوة بالتسجيلات، ما هو إذن نيابة يعني شرطة، ده التسجيل بيتم بإذن قضائي، رئيس محكمة اللي بيدي الإذن. علشان يدي إذن الشرطة هي اللي بتراقب. طب هو الأمن الوطني كان أيامها بعد 18 فبراير عنده أجهزة؟ كان بيراقب في جهاز تاني في الدولة كان بيراقب هل التسجيلات دي؟ طب ده كله بعد الاقتحام، التسجيلات دي بعد الاقتحام، ما كانش فيه أمن وطني، ما كانش فيه ضابط، كانت البلد خربانة كله مختفي، الجهاز ده ما حدش دخله غير بعدها بزمن، فضل مقفول. طيب منين التسجيلات؟ ومين اللي ليه مصلحة تطلع التسجيلات؟ النيابة دورها ايه؟ النيابة بدأت التحقيق في هذا الموضوع، هو موضوع سخيف والكلام فيه سخيف، ولكن في النهاية بيقول ان احنا في حالة فوران، المجتمع قاعد يغلي في حين ان احنا عندنا امل ان احنا نعدي ونفكر في البنى، ازاي هنبني في اللي جاي. مهم قوي نفكر في اللي هنعمله في الفتره الجايه. مصر محتاجه ايه؟ محتاجه كم مستشفى، محتاجه كم شارع، كم مصنع، كم مخبز، كم شقه سكنيه، هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. وانا هنحاز الى هذا ولن ادخل في هذا المجال اطلاقا، لانه في النهايه لن يؤدي الى اي شيء. طيب خلوني اطلع فاصل ونرجع تاني استقبل ضيوفي الاعزاء، الاستاذ الدكتور عادل قاسم رائد قافله شعاع الخير، استاذ استاذ المحاسبه بكليه تجاره جامعه الزقازيق، السيده منى السجيني صاحبه ورشه نحاس بالازهر، الاستاذ احمد عيد
كهربائي وموظف، الأستاذ خالد محمود سائق بهيئة النقل العام. دول بيمثلوا الشعب المصري، هو البطل اللي اخترناه للتكريم، وأنه هو صاحب الفضل الأول في تماسك هذا البلد وعدم انهياره حتى الآن. نلتقي بعد الفصل. منطقة عرب أبو ساعد هي أحد القرى التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، يواجه سكانها مشكلة حقيقية ناتجة عن الانبعاثات الضارة من مداخن أحد مصانع الأسمدة الموجودة في قلب الكتلة السكنية. المشكلة نحن عندنا بيسابوا علينا الدخانة بالليل، نشادر بتكتم نفس الواحد، زي ما انت شايف أنا مش قادر أتكلم، والحريم بتسقط على طول، لجهات على طول الحريم. ودلوقتي وقفنا قدام السماد بدل المرة 50 نوبة، بيقول لك هنعمل لك مستشفى، هنعمل لك معهد دين، وهنعمل لك مدرسه، هنعمل لك انت كل حاجه، كله يمشونا، مفيش حاجه بتحصل بالكلام ده. لا السماد يتقفل، لا يعالجونا، لا تشوفونا اي حاجه. احنا اتضحك علينا في مصنع السماد، يعني ما قالوش اللي هو مصنع سماد، لموا بطايقنا وضحكوا علينا عشان احنا ناس جهل ولا بنعرف نجرى ولا نكتب. من الساعه ما المصنع ده اتعمل واحنا عيننا نضافت، نظرنا نضاف، ما نسمحش النفر على بعد 10 متر ما نشوفوش. العيل جه سيادتك من 10 سنين، من 7 سنين كده، من ساعة ما اتعمل البتاع ده، وادي تعب. جاله النقص على مخه وبقى يترمي في ارضه ويشنك كده. عنده حالات رب وحساسية، بالإضافة إن المصنع هنا خلق كمية من التشوهات في الأجندة وحالات السقوط اللي إحنا سمعنا عنها وموجودين في المنطقة. يعني بنتكلم فين؟ جهاز شؤون البيئة. مصانع السماد هي واحدة من أهم مسببات التلوث البيئي، والتي يوصى دائما بإبعادها عن المناطق المؤهلة بالسكان لما تسببه من أضرار صحية بالغة. المشكلة بالليل ما نبقاش قادرين ناخدوا نفسنا من ريحة النشادر والريحة الوحشة، بتبقى ريحة وحشة خالص. شركة السماد بوظ الدنيا خالص، جابت لي فشل كلوي بقالي أكتر من 3 سنين. ما فيش اهتمام من أي مسؤول خالص في المنطقة، يعني احنا اتكلمنا ولا جدوى، وجهنا رسالات كتير جدا للمسؤولين، عايزين بقى المسؤولين الايام الجايه دي يكون دورهم في منطقه عرب وساعد والصف بالتحديد. التلوث البيئي هو احد المشاكل التي تواجه المجتمع المصري لما تسببه من ضرر صحي بالغ، لذا فهي من اهم الملفات التي ستوضع امام الرئيس القادم وحكومته. بسنت ابراهيم، ممكن. الملايين ودعوا عام 2013 وبدأوا في استقبال عام 2014، كل يحتفل على طريقته الخاصة. فماذا عن الشارع المصري في بداية عام جديد؟ عمر لا يعرف اليأس، تخرج منذ عام وقرر ألا ينتظر الوظيفة فعمل كسائق تاكسي. السنة الجاية تبقى سنة كويسة إن شاء الله، وفي حاجات كتير هتتغير في البلد، والناس اللي هتيجي تحكمنا تبقى ناس كويسة وتخاف علينا. ناس كتير بتركب معي وبتقول الكلام ده، وانا حاسس بكده برضو في الشارع المصري. اما محمود جمال فلم يمنعه عمله بمغسلة من استكمال دراسته، فهو بالسنة النهائية بكلية التجارة وحلمه الوحيد هو تحقيق العدل. نفسي بإذن الله إن شاء الله يعني برضك ما نشوفش مظاهرات، والمظاهرات يعني تكون يعني بطريقة كويسة وطريقة حضارية، وما نشوفش يعني فيها العنف اللي احنا شفناه في 2013. كشك صغير يعمل به محمود خفاجة، وهو مسؤول عن ابنة وحيدة، ويرى أن العمل سبب رئيسي في تقدم المجتمع. ما فيش إلا العمل، كل واحد يلتزم بشغله، كل واحد عليه واجب وعليه دور بيعمله، هو بيشتغل خلاص، يبقى ما فيش مجال اللي هو هيروح يتظاهر، ما فيش مجال اللي هو هيروح هنا، ما فيش مجال اللي هو هيروح هنا، هو ما فيش إلا شغل، عنده مسؤولية، عنده عيال، عنده بيت. 40 عاما مرت على عم صالح بائع الخبز، وهو يستقبل العام الجديد بابتسامة ونصيحة للمصريين لتجاهل الشائعات. أنا عايز الستر وعايز البلد تمشي، مش عايزين حاجة، عايزين بلد تمشي بس، وما نسمحش كلام غيرنا، ما فيش حد يقول لنا كلمة ونصدق ونجري ونعمل، بنعمل إيه؟ أما سيد شحاتة بائع النظارات فهو أب لخمسة أولاد، إيمانه القوي وثقته بالله
هي أسباب تفاؤله المستمر. لو في خير وفي إيمان بيننا وبين بعضنا بأمر الله تبقى البلد دي كويسة زي ما كانت قبل كده بينا حضرتك بيا وبيك وبدا وبدا تبقى كويسة مش بأي حد تاني. 20 عاما قضاها رمضان علي على عربة الفول وهو لا يعرف الاستسلام ويدعو من قلبه لمصر بالسلام والأمان. نفسي مصر تبقى أأمن بلد في العالم كله لأن مصر هي اللي لمانة وهي اللي حامية البلد الحامية العالم العربي كله. مصر هي أم الدنيا. نتفائل بالخير وبعد كده اللي يجيبه ربنا كله حلو. لازم نكون متوقعين كل خير إن شاء الله. صفحة جديدة يبدأها الشارع المصري بطاقة إيجابية وتفاؤل ليس له حدود ورضا بالواقع بحثا عن الشروق بالعام الجديد. بسنت إبراهيم ممكن. شكرا يا بسنت على الوجوه المشرقة الجميلة اللي انت مقدمها لنا، وجوه من الشعب المصري. بطل هذه الليلة الشعب المصري هو الذي يستحق التكريم، هو البطل الحقيقي في مصر الآن وليس كل الوجوه التي تتحدثون عنها. برحب بضيوفي الأعزاء، الأستاذ خالد محمود السائق بهيئة النقل العام، أهلا وسهلا. مرحبا بك يا فندم. الأستاذ أحمد عيد موظف في إحدى الشركات كهربائي. بتشتغل بإيدك بره طبعا يعني. طبعا. الحاجة أو السيدة منى السجيني صاحبة ورشة نحاس بالأزهر، أهلا وسهلا. أهلا وحضرتك. صديق لي ورمز من الرموز اللي بقتدي بها وبيعمل لي بهجة وثقة في الحياة، دكتور عادل قاسم أستاذ المحاسبة بجامعة الزقازيق ومؤسس قافلة شعاع الخير، أهلا وسهلا دكتور عادل. أهلا بحضرتك. منورني. أستأذنكم يعني أطمئن على أخبار الإسكندرية، معي السيد اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية، نعرف إيه اللي حصل هناك. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. ما هي الاحداث التي ادت الى مقتل مواطن في الاسكندريه الليله؟ والله النهارده الاحداث معرفش كانت ساخنه ليه من عناصر الاخوان نزلوا طبعا بمسيرات مخالفه للقانون، قانون التظاهر، بمسيرات بمجموعات في منطقه الزبشر في منطقه الرمل. طبعا تم الانذار وتم عدم الانذار للتفرقه الا انهم اصروا على ذلك. المواطنين تشابكوا معاهم لما بداوا يهتفوا ضد الشرطة والجيش، حصل اشتباكات، بدأوا يولعوا ببعض الأطارات الكاوتش، بدأوا يتعدوا على الأملاك الخاصة بتاعت المواطنين، تدخلت الأقوال الأمنية. سيد مدير الأمن السيد اللواء أمين عز الدين وجه الأقوال الأمنية مباشرة لفض هذه الأطارات. الحمد لله تم الفض بالفعل، بس للأسف حصل عندنا في المديرية ضابط بطلق ناري في القدم، دخول وخروج طلق ناري حي، افراد خرطوش، غير الاصابات الاخرى اللي حدثت بالقوات والتلفات في بعض السيارات نتيجه تعدي عناصر الاخوان عليهم. هو الشخص اللي بتقول حضرتك توفى ولم هو تم اختارنا من احد المستشفيات، في شخص تم نقله لمشرحه كوم الدكه في متوفي، لسه لم نختر رسميا او احد من اهليته يحضر نعمل او نعرف بياناته. هو يعني لسه مش معروف اسمه ايه؟ لا لسه لغايه دلوقتي هو تم نقله لمشرحه كوم الدكه وجاري تحديد هويته واسمه بمعرفه الاسعاف اللي تم نقله من مكان الوقائع او نعرف مكانه او اتنقل منين. لكن الحمد لله حاليا الحاله هادئه. احنا الحمد لله ظبطنا 11 متهمين معاهم 15 زجاجه فلوتوف وجراكن بنزين، اقنعه مستورده للحمايه من الغاز، نظارات مستورده للخرطوش، وبعض المسامير اللي بيتم القائها على التيارات امام التيارات القوات لمنعها من الاقتراب منهم، جراكن بنزين ومولوتوف كتير جدا مع هؤلاء الاشخاص. تم اختار السيد محامي العام بالواقعه وجاري عمل المحضر وعرضهم على النيابه. ده الواقعه النهارده اللي حصلت بالظبط. في اصابات طبعا موجوده في القوات، في تلفيات في سيارات بعض المواطنين يتم حصرها حاليا نتيجة تعدي هؤلاء العناصر الإرهابية عليهم اليوم. سيادة اللواء كنت عايز أسأل على صورة، مش عارف دي كانت صورة بنت حضرتك ولا السيد مدير الأمن؟ لا هي صورة بنتي فعلا أو بناتي اللي هم صورة بنتك اللي حد تعامل بخسة ونشرها على المواقع بيشير إلى الاعتداء عليها انتقاما منك علشان أنت بتقوم بشغل. ده من التهديد فعلا عشان بقوم بشغلي، لكن أقول لك كلمة يا أستاذ خيري، قل ما لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ده اللي انا اقوله لحضرتك، وده اللي بيقولوا لي بناتي نفسهم اللي تعرضوا لهذه التهديدات. الحمد لله انا ما بتهددش وانا بادي واجبي اللي
اتجاه وطني، دي جماعه ارهابيه لازم نحاربها كلنا، مش انا بس اللي بحاربها، لا بنحاربها بحق، ولان دولت فعلا عايزين يودونا يودوا البلد فين الله اعلم. فلو حتى الواحد استشهد في سبيل البلد ده فهيبقى راضي تماما عن اللي بيعمله، لان احنا بنعمل واجب وطني احنا بنقوم بيه كلنا، سواء شرطه وجيش وشعب واعلام ايضا. ربنا يحفظك سيادة اللواء ناصر العبد ويحفظ أسرتك إن شاء الله. دي من الحاجات السخيفة أو غير الأخلاقية اللي أنا كنت بكلمكم عنها وإحنا بنتكلم عن التسريبات. أيضا نشروا أسماء ضباط بتليفوناتهم بعناوينهم، ده شيء حقير، شيء مش محترم، يجب محاسبة كل من فعل ذلك. اللي ينشر وتصل المسألة إلى العائلات هذا ليس من الأخلاق ولا من الدين ولا من أي حاجة في الدنيا. هرجع لضيوف الأعزاء ورحب بيكم مرة أخرى. أنا آسف أني باخدكم لحال مصر هو أنتوا عايشين فيه طول الوقت، بس أنا هروح من عند الأتوبيس. يا عم خالد اتفضل يا باشا، احكي لنا أخبار مصر إيه في الأتوبيس اللي بتاخده من الحي السابع لحد هضبة الأهرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا السنة اللي فاتت ديت هنحاول ننساها خالص، 2013 ديت حضرتك تنساها، إحنا ما عشناهاش. تمام؟ نعم. هنبدأ من السنة دي إن شاء الله، هتشوف حاجات جديدة، هتشوف شباب جديد، هتشوف ناس غير الناس. طب قول لي إيه اللي مش عاجبك في 2013 ومش عايز تشوفه يعني؟ إحنا اللي شفناه في 2013 مفيش شارع ماشي، مفيش شباب كويسة زي 25 يناير. إحنا لما نزلنا في 25 يناير حضرتك كنا بنقف قدام البيوت بنفتش اللي طالع واللي داخل. النهارده بقينا بنبص في الأتوبيس اللي طالع بشنطة، بقيت أقول له بعد إذنك الشنطة، اللي قاعد ورايا يقول لي ليه تفتشه؟ أنا بأمنك وبأمن دوت وبأمن غيرك، لازم أأمن الأتوبيس. يقول لك ليه بتفتشه؟ ليه بتفتشه؟ ما أنا لازم أأمن اللي ورايا. دلوقتي لما واحدة منقبة بتبقى طالعة بشنطة، بعد إذنك تقول لي لا أنا ست، طب ما ممكن ست من ورايا تقوم تفتشها، مفيش مشكلة. أما السنة اللي فاتت ديت إحنا شفنا فيها مظاهرات وشفنا فيها حرق أتوبيسات كتير وتكسير كتير. السيد رئيس الهيئة اتكلم قال أي تلفيات على جانب الهيئة. سيادة اللواء هشام أنا عايزكم تشتغلوا ما تأثروش في شغلكم وأي تلفيات على جانب الهيئة. أنت كنت بتطلع كام دورة وبقوا كام دورة؟ وسعادتك المفروض اللي إحنا بنعمل ثلاث أدوار. في الوقت الحالي إحنا ممكن نعمل دور واحد بس، لأن الأول إحنا كنا بناخد زمن معدل ساعتين إلا ربع لغاية الهرم، من الحي السابع للحي لهضبة الهرم. دلوقتي بتاخده في كام ساعة؟ سعادتك أنا ممكن آخده دلوقتي في ست ساعات، لأن سعادتك ربع العدوية مقفولة، جامعة الأزهر مقفولة، المنصة كانت مقفولة، جامعة القاهرة مقفولة، محافظة الجيزة بقوا شوية يقعدوا عندها طبعا بيجاملوا اخواتنا اللي هناك وهم مش فاهمين هم عايزين ايه. يعني واحد ابن خالته واقف قاطع انا واقف مع بعضينا، هم انت 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 ايه المطلوب؟ ايه اللي انت عايزه؟ خلاص انت خدت سنة، السنة ديت ما فلحتش فيها، اقعد وغيرك هيريح هيقدر يحقق كل اللي انت عايزينه. فان شاء الله املنا في ربنا كتير ان السنه اللي جايه ديت هتبقى خير علينا وعلى المسلمين كلها. انت الناس كانوا بيقعدوا في الاتوبيس ست ساعات، يعني انا لو راكب من الحي السابع وعايز اروح الهرم بيفضل راكب معاك ست ساعات؟ هو سعادتك دي المواصله بتاعته ومفيش بديل ليها. ملهاش بديل؟ ملهاش بديل. شكل الاتوبيس ايه؟ بيبقى زحمه قوي؟ هو حقيقي بيبقى زحمه لغايه التحرير، بيبتدي الناس تخف يقول ننزل نركب مترو لغايه الجيزه، واللي بينزل في الجيزه بيقابلني انا في نصر الدين بيركب معايا تاني. فانا بتعاطف معاه وما بقدرش اقطع له تذكره تاني لان انا عارف الراكب بتاعي. انت عارف ركابه؟ اه طبعا يا فندم انا عارفه بالاسم، وبعدين كل اللي بيركبوا معانا ناس محترمه جدا معروفين، يعني المستشار اللي محامي اللي دكتور يعني في التامين الصحي. هو لو مواطن عادي لو بيشتغل بواب حتى ما هو يا فندم ده احترامه ومعروف عندي ده زبوني، وبعدين دوت ده شغل يا فندم، ده عميل ليا انا باخد مرتبي منه هو، فلازم اللي انا عامله باحترامه وكل ادب. كانت زمان مشكلات الاتوبيس يقول لك التحرش والسرقه، نفس المشكلات هي هي بعد الثورة ولا اختلفت؟ هي زادت في السنة اللي فاتت، التحرش والسرقة. التحرش والسرقة. وبعدين يعني الأول كان ممكن مثلا واحد يقول ايه حشني، تبص تلاقي الشباب والعربية كلها اتلمت. أما دلوقتي كله يقول لك لا حاسب ده معاه مطوة، حاسب ده مش عارف هيعمل ايه، ففي جبن وخوف. ولكن الحمد لله رب العالمين ابتداء من الشهرين اللي فاتوا بقى في توعية والناس بقت تخاف على بعضيها. فاحنا اللي بنطلبه بس الوقت ايه من الجمهور والناس الطيبه، اللي انا وانا سايق انا بامنك وبامن اللي ورايا، فبعد اذنك وانا طالع الشنطه افتح لي الشنطه، ده اللي انا بعمله. اما لو ست انا هخلي ست من ورايا تفتش. طب لو حد رفض انك تفتح الشنطه؟ والله هو حضرتك لو راجل رفض بكده السيد رئيس الهيئه منبه علينا اللي احنا اقرب محطه لينا
فيها مباحث وفيها رقابه، بنتوجه ليها وبيتفضل مشكورا يفتح الشنطه بكل ادب واحترام، وما بحاولش اعطل. اما لو فيها حاجه اللي خلاه يعدي محطه، لو فيها حاجه خلاص يعني يا فندم. حصل في يوم السبت اللي فات اللي احنا لقينا قنبله في ميدان الحجاز، في كانت في عربيه 70 73، لقينا القنبله ديت في شنطه سوداء على الكنبه اللي ورا، تم ابلاغها على طول بالمباحث، نزلت على الفور يا فندم، اخلينا الميدان قفلناها احنا بالاتوبيس لغايه ما جت المباحث تعاونت معانا وشلنا العربات خالص من الطريق، والحمد لله رب العالمين سيطرنا على الموقف تمام. الحمد لله. انت بتكلمني بلغه رسميه شويه، عايزك تفك كده وتكلمني من قلبك وتنسى ان احنا قاعدين قدام كاميرات ولا تلفزيون. تحت امرك فندم. عشان توصل، عايزين عايز ادخل اكتر معاك في الناس. تحت امرك. خلينا نروح لمدام منى. اخبار الازهر ايه واخبار الشغل والنحاس؟ عايشه ازاي يعني؟ والله حضرتك لو شفت وبصيت في نظرة الناس الحزن الشديد، يعني شوف لما بيكون إنسان عنده طاقة وبيجري جامد جامد ومرة واحدة يقعد، ناس حست بملل، حست بحزن، مفيش، زي ما بنفتح الصبح زي ما بنقفل، مفيش بيع خالص. بقالك قد إيه كده؟ والله بقالنا كده من ساعة الثورة أثرت علينا لدرجة إن إحنا قلنا يا ريت ما كان حصل كده. أنت كنت فرحانة بالثورة في الأول؟ قلنا يمكن لعل وعسى ربنا هيكرمنا، لكن للأسف إحنا رجعنا، يمكن كنا بنقول هنتقدم لكن للأسف إحنا اتأخرنا كتير. عندك كم واحد بيشتغل في المحل؟ والله أنا كان عندي 24 راجل. ودلوقتي؟ صفصفت على ستة. ستة من الاربعة وعشرين، والتمنتاشر دول قعدوا في بيوتهم؟ والله في ناس كتير قفلت، وفي ناس كتير اللي عمل سندوتشات، واللي يعني الصنعة احنا كلنا ما بنحافظ عليها بتحاول تنقرض شوية بشوية، نرجع ما الدنيا تشتغل نلم تاني وتعالوا وفي شغل وهنشتغل. نعم. لكن خلاص اليومين دول ما اشتغلتش شويه؟ انا شايف في عرب وفي كده. لا لا ده معلش عفوا لحضرتك، ده بينزلوا اجانب ولا ان كان عرب، الناس اللي هي مش مقدرتها ان هي تشتغل او مش مقدرتها ان هي تشتري. جايبين السياح خلاص اكيد يعني. طب وانت عايشه ازاي بقى؟ كان عندك 24 راجل فاتحين بيوت وانت كنت بتشتغلي والصنعه شغاله. عندك أولاد؟ والله عندي أولاد الحمد لله. أنا كان عندي 4، راح منهم شاب مع بابا، ودلوقتي معايا 3 ولدين وبنت. أنت اللي بتصرف عليهم؟ الحمد لله. طيب عاملة إيه؟ يعني شكل الحياة إيه في الصعوبة دي؟ والله أنا برضو يعني شوية بنشتغل مع الشركات اللي أنا شغالة معاهم، أنا شغالة مع شركات اللي هم صحابات فنادق زي سرايز، زي ناس تانية كتير في شرم في الغردقة، يعني بنقول إيه شوية بس حاليا برضو الدنيا واقفة. مستورة؟ نقول مستورة والحمد لله. هي الحالة صعبة جدا فعلا، بس ربنا ما بينساش حد. ونعم بالله ونعم بالله. أستاذ أحمد، حال النور إيه؟ أنت بتنور البيوت. والله هي مصر منورة بأهلها. يا رب دايما. أنت جزء من شغلانتك كانت لمبة بسلك ولا كانت نجفة؟ هو ابتداء وانا شاب لسه بتعلم، يعني عندي حب المهن اليدوية، الصيانة عامة، افك جهاز اصلحه، مروحة، مكوى، حاجات زي كده، اتطورت للاجهزة من كتر ما اللي انا بتعامل معاهم ان بيقولوا ان احمد بيصلح كل حاجة. ففي اوقات مثلا تلفزيونات او فيديوهات ما اقدرش ان انا اتعامل معاها، فمن ثقة الناس ما بقوش يصدقوا ان انا، بيفكروا ان انا مش قادر، مش عايز اعمل لهم حاجه. فمن النقطه دي والدي شجعني ان انا اتعلم. فدرست في جامعه عين شمس القسم الحر صيانه الاجهزه الالكترونيه، وخرجت وفتحت ورشه، وربنا كرمني هو دلوقتي بقى صديق، هو اللي علمني المهنه، يعتبر شربني الصنعه، صناعه الالكترونات، الخبره العمليه. نعم. زاد ان انا اضفتها بالتعليم والدوائر، واشتريت كتب وحاجات زي كده، بعد كده اتطورت للنت وحاجات كده، فدي ساعدتني كتير بصراحه، ما انساش فضله.
اتطورت بعد كده، مشيت في المجال ده اكتر من 15 سنة وانا شغال في المجال ده، بس بدأت الظروف البلد بقت تتغير والتكنولوجيا تتطور، بدأت صناعة صيانة الفيديوهات والحاجات دي بدأت تندثر، واعتبر ما بقاش ليها بقى دي وحاجات كده خالص بقى كده. خالص النهاردة فلاشة ممكن يبقى عليها مولد، الموبايل بقى فيه كل حاجة، فبدأت تندثر بقى المهنة وبدأت تنزل بقى. انت طورت نفسك؟ طورت نفسي للأسف، ما قدرتش بقى، الأجهزة الحديثة محتاجة أجهزة غالية. انت موظف في شركة؟ لا ده من سنة وسبتها. ده من لا انا موجود فيها، دخلت من سنة. دخلت فيها من سنة لما الدنيا برضو ضاقت، بدأت الأجهزة في الأجهزة ما بتعطلش في البيوت ما بيصلحش. المشكلة ان وصلت مصر هنا، بدأت تجار قطع الغيار الإلكترونية اللي ما عندهمش ضمير بينزلوا قطع غيار بايظة. يعني انا ممكن اروح اشتري اي سي ب90 جنيه وب100 جنيه وب200 جنيه وممكن الاقيه بايظ، واخد بال حضرتك، وانا اللي اتحمل ثمنه طبعا مش العميل. نعم. فبدات دي تنتشر بطريقه وحشه جدا، كتير ممكن تشتري قطعه غيار وتلاقيها بايظه، فبدات اخسر. زائد التطور الطبيعي. وده معناه ايه؟ الذمه بقت خربانه قوي. والله اللي انا اعرفه برضو، الصين ما بتنتجش كل وحش، الصين بتنتج اللي انت عايزه. يعني انا ليا صديق سافر، انا ما بتكلمش عن ذمه الصينيين، معلش، انا بتكلم عن ذمه اللي بيشتري البايظ، اللي بيشتري بيروح يسترخص. ممكن ياخد خط انتاج مثلا طالع منه الحاجات اللي هي معمليا تكون بايظه، ممكن ياخدها لط على بعضيها برخص التراب ويجي بقى هنا. القطعه نفسها ما بتتجربش. انت حاليا بتدخل بيوت حتى الان ولا خلاص؟ طبعا بتدخل بيوت. طبعا. ايه اللي اتغير في البيوت؟ ايه اللي اتغير في معامله الناس معاك؟ لا، هي الناس ما اتغيرش، الناس زي ما هي بجد، الناس زي ما هي، ولكن في ملاحظه ان الغني ممكن يستكتر عليك الفلوس. يعني بمعنى ايه؟ انا ممكن لحد النهارده انا سايب المجال ده مثلا بقالي سنه، ليا فلوس بالالاف عند زباين، وممكن الزباين دي اغنياء، واخد بال حضرتك؟ يعني عايز الشغل وعايز احمد مخصوص يعمل له الشغل ده، عشان احمد شاطر في المجال ده وبيعمل شغل نضيف قوي وساعة الحق. ايوه، يبقى المثل اللي ينطبق عليه اللي هو بيقول ايه، ياكل كباب ويحاسب على طعميه. واخد بال حضرتك؟ ايوه فعلا، الانظمه دي موجوده في السوق، واخد بال حضرتك؟ انا بنتي اتولدت ودخلت الحضانه وفلوسي اللي في السوق مش عارف اجيبها. ليك فلوس كتير؟ ليا فلوس ومش عارف اجيبها، وبنتي في الحضانه ومحتاج المال دوت، محتاجه ضنايا في الحضانه، محتاجه حضانه بجهاز تنفس صناعي، ودي نادره شويه، ومش لاقي فلوسي اللي بره في السوق، واخد بال حضرتك؟ ربنا كرمني سبحان الله هنا. انا يعني انا بحمد ربنا ان انا ليا، ان ده ربنا اللي هو معايا طول عمري ما بيحوجنيش لحد. ربنا ده جميل قوي قوي، معانا في كل حاجة، شايفنا وسمعنا وبيصرف أمورنا في كل حاجة. من يمكن رب اللي أنا بتكلم عليه ده، يعني ممكن يشيل من عني الإحراج، يعمل لي الأشياء من قبل ما نطلبها، ألاقيه واقف معايا من قبل ما أطلب. ونعم بالله. واخد بال حضرتك؟ في الظروف البنت اللي في الحضانة دي، ربنا بعت لي الشغل ده من غير ما أنا أجري عليه. وانا في سني الكبير ده فتح لك باب، وانا في سني الكبير ده يبعت لي الناس لحد عندي ويتصلوا بيا يقولوا لي تعالى احنا عايزينك، واخد بال حضرتك؟ وغير كتير من زمايلي. بنتك خرجت بالسلامه يا فندم؟ بنتك خرجت بالسلامه. الكلام ده من سنه. ايوه بقى، عندها سنه وشويه دلوقتي. ايوه الحمد لله وصحتها زي الفل. إيه؟ الحمد لله. اسمها صبا. صبا. الله. واختها كبيرة اسمها سما. صبا وسما، عشان سما ما تزعلش. انا ليا زمايلي كتير في الشغل برضو من الطبقه الكادحه، واخد بال حضرتك؟ ناس تعبانه. لا، ما انا هرجع لك للناس التعبانه، انا بسخر معاك بس بفتح. دكتور عادل العائد من وسط سيناء، طمنا على اخبار قافله شعاع الخير والشباب، كلمنا عن شباب الجامعه اللي شايفين مصر بطريقه مختلفه، عشان بقى هناك انطباع شباب الجامعه، شباب الاخوان، اخوان الجامعه، حاجات كده، فبقى في انطباع ان الشباب طول الوقت هم في السكه دي، لا اما مجني عليهم وبتسربوا عشان يدخلوا جوه الكليه، لا اما بيولعوا فيها. بس في شباب تاني انت في حضنك كده مختلفين. معظم الشباب هو ضمير مصر. حتى الشباب اللي بيخطئ هو جزء من حالة اللخبطة اللي المجتمع بيعانيها. ومش كل اللي بيخطئ مورد للأسف. لا.
انا عايش في وسط شباب اكاد اقول لحضرتك انا وظيفتي بختزلها او بصورها في صورة واحد بيزق لوري عربية نقل في مطلع. الشباب اللي مفروض يدينا امل، الشباب يكاد يكون في حالة تمزق واليأس بيتسرب اليه، وكل الظروف بتدعوه الى هذا. احنا بنحاول، احنا ما عندناش طرف اليأس، وبنحاول معاهم ان احنا نفرغ الطاقة ديت في بناء، لكن الشباب ده مع الشعب انجز ثورة رائعة من 3 سنين، وهذه الثورة مثلت خطورة على منطقة بالكامل وعلى مخططات بالكامل، فكان يجب ان هذا الشعب يفقد الثقة بنفسه. وهذا ما حدث على مدى 3 سنين. خلي عقاب يعني اللي خلي استاذتنا الفضلة زعلانة من الثورة. انا بجد قطاعات كثيرة من اللي احنا بنقابلهم بيتمنوا عودة عهد الفساد اللي هم كانوا بيهتفوا ضده. فعلا نجحوا في ان يفقدوا هذا الشعب الثقة في نفسه. وللأسف احنا برضو ما عندناش سياسة في البلد بعد 25 يناير وتقرر الامر بعد 30 يونيو. نعم. هذه الجموع بتخرج من المعادلة. اللي صنع 25 يناير خرج من المعادلة، واللي صنع 30 يونيو خرج من المعادلة. النهارده تسمع انه يقول لك مظاهرات ضد الجيش والشرطة. لا، المفترض ان لو كان الشعب في المعادلة اللي صنع 30 يوليو كان هتبقى مظاهرات ضد الشعب. انا بقول لحضرتك احنا بقالنا مش سنة واحدة، بقالنا 3 سنين عايشين في اللا دولة. انا بكلمك على الشباب بيقول ايه؟ نعم. الشباب بيتمزق، احنا عايشين في اللا دولة. تعال معايا حضرتك نمسك ابسط حاجة، العدالة. وحضرتك اشرت الموضوع ده. البنات اللي بتاخد 7 سنين سجن والفاسدين اللي بياخدوا براءة. ما تكلمنيش ان انا احترم احكام قضائية ما تركبش في الدماغ. ولو حضرتك احترمتها وانا احترمتها بحكم السن ما تقولش للشباب انهم يحترموها. الامن، احنا زمان واحنا صغيرين لو تعرضنا لموقف بنقول يا عسكري عشان عسكري يجي يجدني. النهارده لما الاقي مقاله وحقيقيه بتقول وزاره الداخليه للصوتيات والمرئيات، هو مين اللي ممكن اللي لازم يحميني؟ انا مش لازم ابلغ يا استاذ خيري. لما يكون هناك تسريب بيمسني لابد ان الاقي ان العسكري هو اللي جاي يحميني، الامن وظيفته انه يحميني، مش ان انا اروح ابلغ واقول ان فيه وان فيه. الاعلام يا استاذ خيري، الاعلام عايز يوصل لمصر ليه؟ انا عايز افهم ايه اللي بيعمله الاعلام بقالنا 3 سنين؟ بقالنا 3 سنين ما فيش شيء بناء. حضرتك بتتكلم عن عايز تسمع النهارده الشعب العادي، طب وايه المانع انك تسمعوه من 3 سنين؟ اشمعنى النهارده اللي انتوا جايين تفتكروا الشعب العادي؟ ليه في كل قضية وفي كل دستور وفي كل شيء جايبين لنا مجموعة من النخبة هي بتخرج من الاستوديو ده للاستوديو ده للاستوديو ده؟ طب وفين الشعب العادي ده؟ ما تسمعونا، احنا اللي عايشين في وسط الناس، احنا اللي بنتألم في وسط الشباب، كان المفروض ان انتوا تسمعونا. انا جالي رسالة دلوقتي بعد ما حضرتك اتكلمت الفقرة بتاعت فهيتة. الأولاد عندي بيحبوا حضرتك جدا من أيام حضرتك دعمتنا ووصلتنا الحمد لله ان احنا حتى مشروعاتنا في سينا كان فيها جزء كبير من دعم جريده الاهرام حضرتك كنت فيها. تجي لي رساله دلوقتي يقولوا لي حتى الاستاذ خير يا دكتور بيتكلم على سبايدر وفهيده كويس؟ نيابه امن الدوله بتحقق. لا بس مش النائب العام احال بلاغ. لا هنا ونيابه امن الدوله تطلب تحريات الامن الوطني في هذا التوقيت ايا كان. هل دي قضيه شعب يا دكتور استاذ خيري؟ هل دي قضية شعب؟ دي مش قضية شعب. النهاردة أنا كنت أتخيل إن الوقت اللي أخده سبايدر وأخده فايتة تسمع بيه حد من الشباب اللي بيروح يدهن أو يروح يركب فوق عربية نقل بالليل علشان يروح يوزع هدوم في الصعيد وهنا وهنا وهنا. فعلا إحنا في لا دولة، لا أمن ولا إعلام ولا عدالة ولا حد يقول لي احترم احكام القضاء اللي ما تركبش مع المنطق. لكن برضو هرجع اقول لحضرتك احنا النهارده لا على مستوى احنا والشباب اللي شغالين معايا ما عندناش طرف الياس. احنا بنحاول كل
نقطة دم بتنزل في مصر، وكل دمعة بتنزل على خد مصر، وكل تمزق جوه قلبنا نحوله إلى طاقة بناء، وأفلحنا إن احنا نحول إلى طاقة بناء. في حاجات خبنا فيها، الظروف فرضت علينا إن احنا ما نقدرش نكمل، لكن الحمد لله احنا مكملين، والحمد لله احنا مع الشباب الجميل اللي مؤمن بأمنا الجميلة مصر، قدرنا ان احنا نعمل انجازات نبقى نتكلم عليها في الحلقة مع اطفال سيناء. طبعا لازم نتكلم عليها. وانا جاي النهاردة بامانة عايز اتكلم، انا جاي النهاردة بهدية لمصر بجد، والهدية عندنا ثلاث. حضرتك كنت بتتكلم على اللي يروح يدي الهدوم ويفتح الدولاب وبتاع، النهاردة والحمد لله في 1 يناير عندنا 3 أسر شعاع خير في مدارس أطفال، وبعتبر هو ده الإنجاز. إحنا تانية يا دكتور، عندنا 3 أسر شعاع خير للقافلة بتاعتكم، مش القافلة عاملة أسر، إحنا أولادي اللي في القافلة بيتعاملوا مع أطفال مدارس. نعم. حطينا تحدي إن إحنا بدل ما نبقى مجموعة واحدة بتتحرك وفي رسالة والحمد لله بتتحرك وفي صناعة الحياة بتتحرك، طب تيجوا نخلي الأطفال براعم الأمل نبذر في مصر. إذا كان هناك فساد كويس، الفساد ده مش هعالجه إلا بدم نظيف وجديد. فعندي بنت جميلة في القافلة زوجة شهيد طيار، ابنها عنده 8 سنين عمل أسرة شعاع الخير في المدرسة بتاعته، ووزع عدادات، وممكن ابقى اجيب لك الصور بتاعته في منيا القمح. وزع عدادات ملابس جميلة وجديدة، هو وزمايله، مش هو لوحده ما شاء الله، هو وزمايله، وهوري حضرتك الصور بتاعته. وفي منيا القمح مجموعة من البنات الجمال اللي في ابتدائي واعدادي عملوا أسرة كويس ما شاء الله. وان شاء الله لما هنجيب اطفال سينا هتشوف الاطفال الجمال اللي بيبنوا مصر جوه، هنجيبهم وتيجي هنا، وهنجيبهم هنا ان شاء الله. واكتر من كده، وعشان ما تقولش بس ان احنا بنعمل دعايه لحد، اعمل دعايه لرئيس رئيس احدى الجامعات الخاصه الاهليه طلب مني ان انا اعمل قافله مماثله لبتاعه الزقازيق عنده، وقرر انه يستضيف اطفال سينا بالمناسبه، وهو عنده تجربه رائعه واخد جائزة نوبل البديلة في استصلاح الزهراء، واحنا عايزين ناخد. انا جاي النهاردة بالفعل مع كل المرار اللي جوانا والالام اللي جوانا، انا جاي بقول احنا ان شاء الله مع كل دمعة ومع كل قطرة دم هتكون طاقة ان احنا نغير فيها مصر. معانا شباب جميل جدا، ومعانا اطفال جمال جدا، والمعدن المصري اصيل وجميل جدا. بعد الكلام ده ينفع اتكلم؟ طلعوني فاصل. اهلا بحضراتكم مرة اخرى، واصل مع ضيوف الاعزاء، وجوه مصرية في كل الاتجاهات، هم ابطال ما نحن فيه، هم الابطال الحقيقيين اللي يجب الالتفات اليهم وسماع صوتهم حتى لو كان صوتهم مؤلم او كاشف لواقع احنا مش اخدين بالنا منه كلنا. وانا قلت لكم ده كتير، احنا دايرين في دايرة واحدة، الحدث بيسرقنا، ووجوه مكررة
تجوب التلفزيونات وتقدم نفسها على انها ترى مصلحة هذا الوطن وهم بعيد قوي قوي قوي. اعتقد ان الكلام هيكشف اكتر. يا عم خالد انت محمل برسائل من هيئة النقل العام ومن زملائك علشان محتاج تصرخ، يعني محتاج تقول احنا يا جماعة عندنا كارثة، مش كده برضو؟ تمام يا فندم. احنا من 18 سنة بالظبط ما جالناش سي تي اي مكيف جديد، اي اتوبيس جديد مفيش. قطع الغيار اللي بتيجي على القد، فمنشيل من هنا نحط هنا طبعا بخبرة المهندسين اللي عندنا، مهندس محمود عبد الحميد، المهندس مجدي فريد، الناس ديت عندها خبرة كويسة. اي نعم، ومشوا جراج 18 سنة. ولكن الحل يعني انت من 18 سنة ما جالكوش اتوبيسات؟ لا يا فندم، يعني من سنة اللي انت بتركبه ده ما جه مفيش اي اتوبيس مكيف جه جديد. لا مكيف 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 هو لا غير مكيف. انا سواق كمساري في الاتوبيس المكيف. فاللي انا بتكلم عليه حضرتك اللي انا في مجالي. اما الاتوبيس الاحمر اللي هو المرشيدس العاده ده بينزل كتير للجراجات الثانيه. تمام. اما احنا من سنه 97 حتى الوقت الاتوبيس اللي معاك ده من 97؟ ايوه يا فندم من 97. اول 25 عربيه نزلوا في سنه 97 ودي واحد منهم. موجودين لغايه الان، ما زال شغالين. فطبعا ما فيش تكييف فيهم، ما بيبقاش في فرامل، ما بيبقى يعني اعطالهم كتير. ولكن بالنسبه للمهندسين اللي معانا اللي هم عندهم كفاءه كويسه، مدير الفرع ومدير الاداره المركزيه بيجمعوا مع بعضيهم وبيوقفوا العربات على رجليها، ولكن ما بقتش تجيب عائد زي الاول. انا كنت يا فندم الاول بعمل في الورديه 1300 جنيه، النهارده انا ممكن اعمل 150 جنيه في الورديه. في الورديه في المشوار اللي انت واخده في 6 ساعات 150 جنيه؟ اعمل 150 جنيه لان زبوني طفش، الزبون بتاعي ما بقاش يركب معايا لان عارف ان انا ممكن اوصل لغايه الاسعاف واعطل. فين البديل بتاعي؟ عقبال ما يجي لي البديل الثاني ممكن ياخده يوصل لغايه القصر العيني ويعطل. فيبقى كده ثلاث اربع محطات الزبون بيركب من هنا لهنا بفئه التذكره هي بنفس التعريفه بتاعته، ما بيغيرهاش ولا بيدفع ثاني. ولكن العربيه ما بتوصلش، يعني انا حتى لو وصلت هوصل بعد 6 ساعات. ان الزبون يستحمل مفيش تكييف، هو دافع ثمن التكييف. مفيش تكييف بس التذكره بتاعته فيها تكييف. واخدين وعود طبعا اللي فيه عربيات جايه. طبعا من اول الثوره ما حصلت، ومعلش اصل حصل كذا، اصل الحكومه اتغيرت، اصل اللي جاي مش عارفين هيعمل ايه. فاحنا بس اللي احنا املنا ان شاء الله في ربنا كبير اللي احنا السنه دي يعني ينزلوا لنا عربيات. نعم ينزلوا لنا عربيات، يدوروا مثلا ينزلوا لنا قطع غيار، يهتموا بينا شويه. الحاجه الثانيه يا فندم بالنسبه للعماله، العماله عندنا بتقوم من الساعه 3 الفجر، يعني في ناس عندنا بتيجي سعادتك من الاقاليم. اللي بيجي من الاقاليم دوت بيقوم الساعه 3 الفجر عشان يوصل عندي هنا في القاهره على جراشه اللي هو مصنف عليه، بيجي هنا الساعه 5. فلما سعادتك يقوم الساعه 3 الفجر ويجي يستلم طبيعه عمله الساعه 5 ويخلص الساعه 6، او هو جراشه رسمي الساعه 4، وياخد ساعتين تاني يروح الاقاليم بتاعه. يبقى عدد الساعات بتاعته قد ايه؟ بياخد زمن قد ايه؟ شغله المجهد بتاعه غير اكتر من السياحه، اكتر شغلانه مجهده في الدوله، لان انا مكلف بعدد 3 ادوار، فبضل حضرتك قاعد على الكرسي دوت اكتر من 11 ساعه رايح جاي، رايح جاي. انت سواق وكمساري في نفس الوقت؟ انا يا فندم سواق وكمساري في السيتي. طبعا بتقابلنا مشاكل كتير يمكن حضرتك اشرت اليها في الاول، وانا لكن ما حبيتش اتكلم فيها. في بتبقى في غلاسه من بعض الركاب، وفي ناس محترمين كتير ويتعاطفوا معانا ومعلش يا اسطى وهنقضي. الغلاسه نوعها ايه يعني؟ يعني مثلا يبقى الطريق واقف، خش يا اسطى، انا واقف في المجرى بتاعت التحرير نازل من رمسيس الى التحرير، المجرى ديت واقفه ويقوم رصيف من هنا ورصيف من هنا، خش يا اسطى اخرتنا. وبعدين بيبقى في سب ولعن، بيطلع واحد كويس وبيطلع واحد مش كويس، بنتحمل. الناس بقى خلقها ضيق اكتر؟ طبعا خلقها ضيق لان البلد واقفه، ومشوار 6 ساعات ديت يعني ده يروح اسكندريه ويرجع مرتين. بس انا معذور، انا عايز احقق ايراد اكتر، يعني انا مش واقف بحمي الناس، انا عايز اجري واحمي الناس عشان انا نسبتي على التذكره اللي انا ببيعها، انا مش نسبتي على الايراد بتاعي، نسبتي على الايراد مش نسبتي المرتب. انا مرتب ثابت. نعم مرتبي ما بيتغيرش، انا باخد علاوه 2% كل سنه، 2 جنيه في المية مش 7%. نعم تمام. فانا نسبتي او شغلي كله فندم على الارباح اللي انا بجيبها، زي التذاكر اللي ابيعها اخد عليها نسبه 11%. فانا عايز احقق ايراد، ولكن العربيه مش مساعداني والطريق مش مساعدني، وفي نفس الوقت بنتحمل من الراكب. ممكن سواق توك توك في شارع الهرم يحدف شمال يحدف يمين يسب يكسر طوبه، ففي حاجات كتير بنقابلها. ولكن سواق الهيئه يعني عنده تحمل جامد كويس جدا. دي نقطه. النقطه الثانيه، اسف لحضرتك اللي انا طولت عليك، النقطه الثانيه هيئه النقل العام تتبع لمين؟ التبعيه بتاعتها لمين؟ وزاره النقل مش كده؟ لا يا فندم،
احنا طبعا وقفنا في سنة 2011 و2012 وفي 2013 اشرنا بالوقفة، ولكن ديت بالخسارة علينا احنا، مش بالخسارة يعني. الوزير استاذ احمد البرعي اتكلم قال الهيئة بتخسر 1,000,000 جنيه يوميا لما احنا وقفنا 18 يوم تمام، ورجعنا وقفنا 7 ايام برضو 1,000,000 جنيه يوميا، باذن احنا بنكسب. طب طالما ما بنكسب ما نشوف العمال ده مش معنى انك بتخسر انك بتكسب، انت بتخسر الدخل، الدخل ده بيحقق مكسب او خساره، انت زودت على الخسائر 25,000,000 جنيه في ال 25 يوم تمام. انا كل اللي احنا بنطلبه احنا مش عايزين نقف. انت تبع وزاره ايه؟ احنا مالناش وزاره، احنا سعادتك رحنا للوزير. انتوا هيئه عام. الهيئه ديت بقى تنتسب لمين؟ تتبع لمين؟ احنا رحنا لوزير النقل قال دي تبع محافظه القاهره، رحنا لسياده المحافظ وقعدنا معاه بكل ادب وكل احترام، قال المحافظه انتوا مش تابع المحافظة، انتوا هيئة اقتصادية من سنة 92. هيئة اقتصادية يبقى معناها ان انا اخد عليها 7% ما اخدش 2%، ليه اخر السنة ارباح؟ انت بتقبض كام؟ لا هطلع لي ما هو اصل حضرتك الشيك ولا الفلوس؟ هو الشيك، هو ده السؤال اللي انا بقبض بيه. كام؟ للكاميرا ولا حضرتك؟ لا قول لي الرقم انت مش 784 بعد 22 سنة. 784 جنيه بعد 22 سنة. ده التوتال؟ لا الأساسي. ده الأساسي بتاعي 384. يعني ده الإجمالي. الإجمالي بتاعه 784. بعد 22 سنة خدمة. بعد 22 سنة خدمة. تمام؟ إن شاء الله. بالنسبة للتعديل الوظيفي دوت احنا بنقول الحمد لله ممكن يحصل في اليومين اللي جايين، السنة عدت، اللي بعديها السنة عدت. اشتغل كام يوم في الأسبوع؟ لا كم يوم في الشهر؟ نقيم الشهر. طيب انا بدي 24 يوم في الشهر. 24 يوم في الشهر تمام. كم ساعه في اليوم؟ ما بين 11 ساعه و13 ساعه، ولكن زميلي بتاع الصبح يزيد عني. انا ورديه مسائيا حضرتك. بستلم الساعه 1 عقبال ما بروح بكون بتقابل مع زميلي اللي هو طالع الصبح الساعه 3، بروح الساعه 2:30 3 بنتبادل مع بعض الدوره اللي احنا 3 العصر الظهر الفجر. الفجر الفجر يا فندم. انت بتشتغل من 1 الظهر؟ من 1 الظهر لغايه الساعه 12 مساء تمام. فبتتاخر في الطريق بتبقى لا يا فندم، عقبال ما بنورد فلوسنا ونتمم على العربيات ونشوف فيه تلفيات ولا لا وما فيش اي حاجه بنبتدي الدوره تاخدنا. انت بتاخد نسبه من الدخل؟ باخد 11% على النسبه اللي انا بجيبها، ولكن حاليا انا بجيب لحضرتك ده غير راتبك، ده المرتب بتاعي. النسبه دي تعادل قد ايه تقريبا في الشهر في الوقت الحالي؟ ما اجيبش 500 جنيه لان انا بجيب 150 جنيه يوميا. 150 جنيه يعني بيعملوا كام؟ 16 جنيه. 16 جنيه اضربهم في 24 يوم. طيب انا من فتره بس معايا تليفون، انا اسف جدا، معايا المهندس محمد الامين رئيس مجلس اداره قناه سي بي سي، يبدو انه يريد ان يتحدث الى الدكتور عادل قاسم. اهلا وسهلا باشمهندس. مساء الخير يا استاذ خيري. مساء الخير، انا اسف اني سبتك على التليفون وقت طويل بس ما كنتش قادر اقطع عم خالد. انا بس يعني الاستاذ الدكتور عادل صديق واخ من زمان، وعارف الرساله القيمه اللي هو بيقدمها للمجتمع المصري كله. نعم. حتى من قبل ثوره 25 يونيو وهو قايم بالدور ده. 25 يناير. بحب بس الدكتور عادل يعني نعيد توجيه القافلات بتاعته، تبقى الرسالة بتاعتنا دلوقتي هي دعوة الناس والشباب والمجتمع كله للعمل. يعني طبعا هي رسالة قيمة وبتأدي الدور، بس مش عايزين تبقى الرسالة فقط هي الـ 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 القائمة على المساعدات للناس أو التنوير والحاجات زي كده. خلينا المرحلة الجاية كلنا ندفع إلى دعوة الناس للعمل، لأن البلد حاليا في حاجة ماسة. 3 سنين اللي فاتوا يا أستاذ خيري علموا جزء من الناس الكسل شوية. نعم. وإحنا داخلين على مرحلة فيها تحدي إن مصر تقوم مرة تانية. وهي مش هتقوم إلا بإن الناس تشتغل وتتعب وتتحمل شوية. نعم. واعتقد الدكتور عادل فاهم انا بقول ايه بالظبط يعني. طبعا تحياتي لباقي الضيوف اللي عندك، وبرضه كلنا مع احترامي ليهم لازم نتحمل شويه لان اللي جاي هيبقى اصعب كتير من اللي فات. فعايزين كلنا نحزم امرنا ان احنا نشتغل ونتحمل عشان نقدر نقوم مصر مره تانيه من المشاكل الحالية والمشاكل السابقة اللي مرت بيها. نعم. وأرجو أن الكلام ده يعني ما يكونش مؤثر على ضيوفك، ولكن هي دي الحقيقة.
لازم كلنا نصبر شوية ونتحمل شوية عشان نقدر نعدي وترجع مصر بإذن الله زي ما كانت الأول وأكتر. وأنا متفائل جدا، وأعتقد إحنا كلنا حاسين بالأزمات الموجودة وبصعوبة الحياة مع الغلاء، بس لازم كلنا كمان نتحمل شوية ونضغط على نفسينا عشان نقدر نعدي بإذن الله ونرجع زي ما كنا وأفضل 100 مرة. طيب أنا طالما حضرتك دخلت بقى، الأستاذة مدام منى عايزة تقول لك حاجة، تفضلي. زي حضرتك يا فندم، كنت عايزة أقول لحضرتك، أنت بتقولي اللي جاي أصعب، مش أظن يعني هيكون أصعب من اللي إحنا كنا فيه. على ما أظن يعني لازم يكون نقول للناس كلها يعني إن شاء الله هيبقى اللي جاي أحسن من اللي راح. اقول لحضرتك قولي اللي انت عايزاه. عايزة تقول لك يعني هو فصعب من كده؟ الله ان شاء الله، بس هيبقى احسن بينا احنا. يعني احنا لازم كمان نتحمل شوية ونساعد في الفترة اللي جاية عشان نبقى احسن مليون مرة من اللي فات. ان شاء الله. دكتور عادل عايز تقول للباشمهندس ايه؟ اولا عايز احييه واسلم عليه لانه هو اخ فاضل من سنوات، واخ نبيل جدا بالمناسبة، وانا اعرفه قبل سي بي سي، ويمكن سي بي سي هي اللي بعدتنا عن بعض لان هو انشغل كثيرا. نعم. لكن انا عايز ارد عليه واقول له العبرة بالمناخ العام والوضع العام. احنا النهاردة ومنذ ايام مبارك، ايام مبارك كان نظام فاسد ومعارضة عجزة وشعب يئن. المعادلة إن اختلفت في التوصيفات دلوقتي، فالشعب زاد أنينه ولا توجد فرص عمل، والأمن اتمنع أو قل في الشوارع، سواء التاكسي اللي أنا بركب معاه بيشتكي لي إنه بعد الظهر ما بيشتغلش. دعوة العمل، عملنا دعوة للعمل ونزلنا العاشر من رمضان نحاول إن احنا نعمل مليونيات للعمل. نعم. زي ما كنا عاملين مليونيات للاعتصام، قلنا نعمل مليونية للإنتاج، ولفينا عليهم. كلمونا كلام مرير جدا إن دلوقتي التصنيف الائتماني لمصر متدني، فأصبح ما بيقدرش يجيب الخامات. بيقول لي أشتغل، أنت عايزني أشتغل أنهي طاقة؟ كنا عايزين نشتغل أيام الجمعة. نعم. أشتغل إزاي إذا ما كانش في خامات أصلا؟ كويس. فأنا بكلم حضرتك ان هناك ظرف عام، هذا الظرف العام ما ينفعش فيه الكلام، لكن ينفع فيه حاجات عاجله زي ما حضرتك بتتكلم على بطاطين. وانا على فكره عايز بحضرتك تدينا شويه بطاطين نوزعها بمعرفتنا، لكن انا بعتبر حتى موضوع البطاطين ده مهين لينا كشعب، والشنط الرمضانيه مهينه لينا كشعب. احنا عايزين نبني اقتصاد لحد ما نبني، يعني هنسيب الناس احنا عايز الدكتور. ايوه بس نلحق ناس ويجب على المسار الثاني يبقى عندي شغل. ايوه يبقى اذا دلوقتي هي مرحله الاسعاف. نعم. لما نروح مدرسه يا استاذ خيري واكون لابس لبس تقيل في وسط سينا، باللبس التقيل اخش الفصل الاقي نفسي هتجمد لان من غير شبابيك، يبقى هنا مش هنتكلم عن عمل، عمل احنا اللي هنقوم بيه. مش هنقول ان الناس بتأنس المساعدات، لا، هنا واجب عليا ان الطفل ده اوفر له سبوره واوفر له كرسي واوفر له شباك يستروه، اوفر له بلوفر يلبسه. هنا مش هقدر اقول ان الطفل بيركن الى المساعدات. نفس القصه ان انا بقول لحضرتك لما الاقي ناس قاعده على سلم مستشفى مش قادره، ست صبره اللي بتمثل الام المصريه رابطه دماغها وقاعده كده اهو، او الراجل اللي مرمي عامل كده اهو، دول محتاجين النهارده شعب بيئن، محتاجين النهارده الى ايد تحنوا عليهم وتساعدهم. كويس. ومع ننهض بدول وبالتوازي. ارجو اللي هيجي يحكم مصر ايا كان اللي هيحكم مصر، مصر محتاجه فعلا اللي يحنوا عليها. يحنوا عليها يعني ايه؟ يعني النهارده لازم حضرتك تبني مساكن الفقراء، لازم تبني مساكن شعبيه. ايه المساكن والمدن اللي انتوا عمالين تعملوها وفي النهاية انت جاي تعمل لي تكافل علشان اقدر اسكن او اقدر لا، وجه الاقتصاد لصالح الفقير ارجوكم. وفي هذه الحالة نتكلم عن الانتاج. مصر عايزة حد يؤمن بشعبها،
وشعبها يقدر يعطي. شعبها بتاع 9 و10 يونيو في عز الهزيمه هو اللي جاب النصر، وهو اللي جاب راس العش. شعبها هو اللي بنى السد العالي، وهو اللي امن قناه السويس. شعبها النهارده بعد 25 يناير بعد 30 يونيو بنلاقيه بيتهمش مره اخرى. ارجوكوا واحنا معاكوا عايزين نخلي الشعب بتاعنا شعب منتج، وعايزين دولتنا تكون دوله منتجه. لكن في نفس الوقت زي حضرتك بتقول الناس بردانه او الناس اللي ما عندوش شباك، لا انا ما اقدرش اقول روحوا اشتغلوا واعملوا الشباك، لا لازم ان انا اسعفهم دلوقتي. نعم. استاذ خيري معلش انا عايز اعلق على كلام الدكتور عادل. طبعا انا بحترم كل كلمه بيقولها، وعارف هو بيقولها من واقع احساسه بالناس وزياراته الميدانيه. بس في حاجه برضو يعني يفضل ان احنا ما ننساهاش، نبص على الوضع الاجمالي للدوله المصريه بما في مساوئ العصر اللي قبل 25 يونيو والفتره تحديدا الثلاث سنين اللي مرت بيها الدوله المصريه ومستوى المشاكل الحاليه للدوله. ويعني ولو هنبص بنظره شامله يا استاذ خالد، جميع الملفات الحاليه في الدوله المصريه بتحتاج كميه اموال لا يتخيلها مخلوق. ده ما بنقولش ان احنا لا يمكن وقيام الثورتين 25 و30 كانت بهدف تحديدا العداله الاجتماعيه، وده اللي بينادي بيه الدكتور عادل. ولكن كمان لازم نبص احنا وضعنا الاقتصادي شكله ايه، وعشان نعدي لازم نعمل ايه. ما بقولش ان احنا مش هنبص على كل اللي بيقول عليه الدكتور عادل، بس في ملفات تانية كتيرة قوي هتحتاج مننا جهد وتعب. ولو انا فضلت اقول الدولة 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 هنفضل واقفين مكاننا. لا مش الدولة بس، الدولة برجال اعمالها، بمجتمعها المدني، بكل مؤسساتها. هو ده دور المجتمع المدني في الدولة المصرية، هو ده دور رأس المال الوطني لرجال الاعمال المصريين المحترمين. فلازم يبقى في تكاتف ما بين المجتمع المدني ورجال الاعمال اللي عملوا ثرواتهم بالكامل من البلد ديت، ويحطوا ايدهم في ايد الدوله المصريه. ده اذا كنا عايزين نعدي ونبص للشعب اللي طلع في 25 و30. بس لو فضلت اقول الدوله، لا الدوله المشاكل بتاعتها اكبر كتير جدا مما يتصوره اي مخلوق. وكل ملف في الدولة المصرية بيحتاج مليارات مليارات مع الوضع الاقتصادي، وخاصة خلال الثلاث سنوات اللي مرينا بيهم السابقين، لازم المجتمع المدني، لازم رجال الأعمال المصريين الشرفاء يحطوا إيدهم وبقوة مع الدولة المصرية عشان نقدر نحقق اللي بيقول عليه الدكتور عادل، وما نفضلش نقول الدولة فقط. كلنا عملنا فلوسنا من البلد دي، وبالتالي وهنفضل نعمل فلوسنا لو الدولة دي وقفت. البديل لو الدولة دي ما وقفتش، احنا كلنا بما نملك ضعنا وضاعة الدولة المصرية. نعم. انا بنتهز الفرصة دي وبدعو كل رجال الاعمال المصريين الشرفاء يحط ايدهم في ايد الدولة المصرية. وبطمن الدكتور عادل، انا اعتقد ان القائمين على حكم البلاد دلوقتي لما وقفوا جنب الشعب المصري كان بهدف الحماية للمستوى اللي بيتكلم عليه الدكتور عادل تحديدا، وكان الاساس فيه العدالة الاجتماعية. واعتقد باذن الله ان في مصر رجال اعمال شرفاء قادرين ان هم يساعدوا الدولة ويحققوا الدور. بس في نفس الوقت كمان احنا كمان ما بقولش رجال الاعمال عليهم كل الدور، لكن كمان في دور علينا احنا كشعب مصري ان احنا نشتغل وننتج ونقدر ان احنا نعدي المرحله الحاليه. معلش يا باشمهندس، باذن الله هنعديها ان شاء الله يا باشمهندس، بس اعتقد ان احنا كمان محتاجين نبص، وانت حضرتك بتتكلم عن رجال اعمال وعن احلام يجب انها تتم، نبص للحكومه ونشوفها بتتعامل ازاي. حكومه مش عارفه تتصرف
تتصرف في 30 طن مرميين في المطار بقالهم اسبوع؟ ده حكومه ايه؟ حكومه الكل بيمد ايده عشان يساعدها وهي مش عايزه حد يساعدها ولا بتساعد حد. احنا عندنا ازمه كمان حتى في تدوير، وحضرتك حضرت 30/6 وشفت الدايره اللي دايرينها علشان نقدر نشتغل. ففي مشكله في هذه الحكومه ايضا، القضيه بس مش رجال اعمال، رجال اعمال عايزين يطلبوا. لا انكر كده يا استاذ خيري. رجال اعمال عايزين ثقه، البلد دي فيها فلوس. احنا مهتمين الاول بالفقراء، بس عايزين حكومة تفهم عشان تشجع رجال الاعمال انهم يمدوا ايديهم هم كمان. المرحلة الحالية يا استاذ خيري، المرحلة الحالية يعني بتحتاج مننا نتحمل الحكومة الحالية بكل مساوئها الى ان تكون في قيادة صحيحة لهذه الدولة. فمعلش هنقبلها، وزي ما بيقول هنبلع الموس لحد ما نحط الحجر الاساسي الاول، شرعية الدستور القادم، وبعديه قيادة حكيمة للدولة، ويتليها حكومة تعرف تدور الدولة المصرية بالطريقة الصحيحة. بشكر حضرتك جدا المهندس محمد الامين رئيس مجلس ادارة قنوات سي بي سي او مجموعة المستقبل. هطلع فاصل اخير، بعد الفاصل ساكمل ما تبقى. عندي توضيح سريع مع ضيوفي الاعزاء، هترك دقيقة للدكتور عادل، اتفضل. أنا ما قلتش الدولة إلا في قضية العدالة الاجتماعية والإسكان. أما نحن والشباب وجمعية رسالة وجمعية صناع الحياة، ما احناش باصين لدولة ولا منتظرين دولة. احنا بننزل ومن فلوسنا دول ومصر الخير والأرمان وبنك الطعام كله. أنا بتكلم على التجمعات الشبابية. التجارب الشبابية. احنا مش منتظرين، ولو كنا منتظرين الدولة ما كناش عملنا حاجة، كنا هنتكسح. احنا بمجهودنا الشخصي وبنسافر فوق عربيات نقل، وبنجيب لكم الصور واحنا راكبين فوق عربيات النقل، علشان نقدر ان احنا نروح نطبطب على الناس اللي الدوله مش بصلهم. وبالتالي احنا ما بنقولش الدوله، احنا بنقول بس يا ريت الدوله تسيبنا ان احنا نعمل الدور بتاعنا. يسهلوا لنا الشغل بس. صحيح. بس والدوله احنا بنتكلم عن الحكومه، والحكومه مش بردانه، ولو بردانه وعرفت البرد هتحس بالناس. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هكمل مع ضيوف الاعزاء. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى، اواصل حواري مع ضيوفي الاعزاء. قلت لكم وجوه مصرية بتعبر عن وجع في مصر، الناس تعبانة، عندنا مشكلات كتير جدا، كلكم عارفين ان عندنا مشكلات، بس لاننا بنسمع حلول سياسية ما بنتكلمش ابدا في مشاكل جوه، في مشاكل لها علاقة بالاكل، بالسكن، بالدخل، بعقد كتير قوي. عم خالد كان بيكلمني على فكرة الهيئة، بقول له الحكومة الحالية مش هتعمل حاجة ومش هتنقلك الهيئة دلوقتي وتوديها تبع وزارة وتعمل اعتمادات. البلد عايزه تعدي دلوقتي، عشان كده استاذ احمد انقل لي حاجه في الجزء الاخير من الحوار، تقول احنا رايحين فين في 2014 بالناس اللي بتشوفها بشغلك، بربنا اللي بعت لك اشاره وأمارة في وقت دي. باللي انا حاسه من زمايلي الطبقه الكادحه فعلا، ان الناس دي متفائله جدا ب 2014 ان شاء الله. يعني الناس دي على قد ما ممكن يكون مرتباتها صغيرة، ممكن يصحى من الفجر يجي على الشغل عشان يجهزوا المكان قبل ما الموظفين تيجي، فممكن يصحى من الفجر عشان يروح المكان يجهزه، واخد بال حضرتك؟ من نفسه محبة يعني. لا مش محبة طبعا، ده فرض عليه. شغله يعني. وممكن يمشي الساعة 10 بالليل، واخد بال حضرتك؟ تخيل انت بقى لما هيروح، اقول هياخد ساعة مواصلات، هيروح يقعد مع الولاد امتى
وينام وياخد كفايته من النوم ويصحى بعد الفجر او مع الفجر عشان يرجع شغله تاني. فهنا برضو تعب وشقى والمرتب قليل، وتيجي تتكلم معاه يقول لك الحمد لله ده احنا في نعمه من ربنا. واخد بال حضرتك؟ هو ده الشعب المصري فعلا. يعني الاقي مثلا يعني في واحد اسمه محمد كمال، وفي حسن، في هاني، في محمد حسين، معظم الناس دي اللي عنده ابوه متوفى وبيصرف على اسرته، هو مش قادر يكون نفسه، يعني مش قادر يعمل لنفسه شقه، مش قادر يعمل لنفسه المستقبل اللي باصص له، وحامد ربنا وعايش. واحد تاني بيصرف على اسرته اللي ابوه متوفي برضه، وعلى امه واخواته، ومش قادر ان هو يتجوز، وعدى مثلا 35 36 سنه، ورغم تيجي تتكلم معاه متفائل للدنيا. واخد بال حضرتك؟ نعم. وبيقول ان شاء الله بكره هيبقى احسن. ففي الطبقه الكادحه دي صدقني ولا بتوع مظاهرات بقى ولا ليهم في السياسه ولا في الكلام ده، ولكن هم باصين على شغلهم عشان في ناس تانيه وراها لازم يصرف عليهم. وعايزين يعيشوا. وعايزين يعيشوا. ومتفائلين ببكره وحاسين ان اللي جاي احسن. وهو ده عمود البيت. واخد بال حضرتك؟ وملتزمين في الصلاه، بيصلوا وبيحمدوا ربنا. مدام منى بتقول ان شاء الله من قلبك، رغم ان عارف ان عندك وجع جامد وعينيك مليانه دموع. الله يخليك. بس عندك امل برضه ببكره. اه طبعا اكيد. لازم، ما هو مش هنعرف نعيش طول ما احنا مش هندي لنفسنا الامل. لازم ندي لنفسنا الامل ويبقى طموحنا عالي عشان نعرف نعيش ونقول بكره احسن من النهارده. تستحملي قد ايه؟ يعني في الحال اللي انت فيه والمعاناه. والله انا مش انا، مش عشاني انا. انا عايشه في وسط صنايعيه. نعم. الصنايعي النهارده كل صنايعي معاه اربع اطفال، هيصرف مدارس منين واكل وشرب منين؟ بالميه اللي بياخدها. وبجيب بالعافيه وبدي بالعافيه. طب عايش ازاي؟ طب ما هو عياله في المدارس وعايش برضه. ازاي؟ ما انا بسالك. ما هقول لحضرتك برضو ازاي. يعني يجي يقول لي مثلا، يجي يوم الاثنين اول ما يجي الصبح عايز مصروف يا حاجه، عشان مفيش جاي معهوش. وانت هتجيبي منين؟ ما انت استلفت من جاري. اللي يقول لك استلفت من جاري، والله ما فعلا هيكفي ازاي مع اربع اطفال وبياخد لي 400 جنيه في الاسبوع. صحيح ده مقضيها سلف شهر بيسلف شهر ولا اه شفت بقى. طب وانت مقضيها ازاي؟ ما انا بقول لك انا ربنا رزقني. ها ما هو بيديني سنة عشان نمشي العجلة. طب هي مش هتهاوي، كانت قاسية قوي يعني، مش هنشوف اصعب من اللي احنا شفناه. واللي بيغلوا علينا الخامات، ما هو برضه لازم نشوف حل. طب بيغلوا الخامات ليه؟ طب ما هو مفيش شغل ومفيش اقبال. ده بيقول لك هنغلي كمان الدولار زاد. ايوه هنزيد، وبيتحدونا في قلب الشغل ومكسرين مقاديفنا. اتنين ان هم تجار نحاس ماسكين هم كل حاجه في النحاس، بيعملونا احنا خلاص تعبنا، كل واحد يعاند في التاني ويطلع سعر اغلى من التاني. كده وانت مبتسمه ومتفائله وبتقولي لا هتعدي والتقيل عدى. هتعدي بس لازم. ايوه لا عايزك تني كلامي كنت مبتسمه، مش عايزك تكشري عشان الابتسامه بتجيب فيها الخير. ان شاء الله خير، بس شوفوا لنا حل، اعملوا معروف. احنا نحبسك الاثنين اللي بتضايقوك بس ما تضايقيش نفسك. دكتور عادل انت في وسط الشباب طول الوقت، والشباب بيدي طاقه وامل، ومعاك شباب زي الورد الحمد لله. رايحين فين في 2014 بالشباب دول؟ عندنا مشروع جميل ونبيل ان شاء الله هنعمله في وسط سيناء. احنا لما رحنا شفنا المناطق ديت كانت البدايه بالنسبه لنا بكاء. نعم. ان في اهل لينا واطفال عايشين هذه العيشه. لكن زي ما بقول لحضرتك دائما، احنا كل دمعه وكل نقطه دم لازم نحولها الى امل. لأن البلد مش هتنتظرنا، لازم تحول لأمل. إحنا أنجزنا حاجات حلوة حضرتك شفتها في الشرقية. صحيح. وبنعمل حالياً في سيناء. سيناء في وسط سيناء، شمال سيناء إلى حد ما صلب نفسه. جنوب سيناء مناطق سياحية صلبة نفسها. المنطقة اللي في الوسط دي الخطر كلها. ديت منطقة في حالة متردية جداً. بدل ما نتكلم عن الدولة، إحنا قررنا نبدأ. ونفسنا حد يحط إيده في إيدينا. في حد حط ايده في ايدينا اهلا وسهلا، ما حطش ربنا معانا. أيوة. المدارس هناك في حاله متهالكه لدرجه ان ممكن ما تلاقي السبوره وتلاقي الحيطه مدهونه اسود اللي بيكتب عليها، فلما بتقشر ما بتبقاش سبوره. بنروح نفصل عندنا في الشرقيه سبورات وابواب وشبابيك
وبنشات يقعد عليها الاطفال ونروح نقضي معاهم. احنا مش رايحين نطور مدرسه، احنا رايحين نسترد فلذات اكبادنا اللي هناك، يشوفوا ان في ناس بيحبوهم ومهتمين بيهم. فلما بيشتغلوا علمناهم ازاي يغيروا البيئه اللي تعباهم، بنغني معاهم. يعني كان في اغنيه جميله جدا، كنا مش حاسين بقيمه والامل موضه قديمه، لكن فجاه افتكرنا ان بلادنا دي عظيمه. فبنعملها لهم بالصور بعد ما عملنا المدرسه، جايبين لهم صوره المدرسه الاول وهي سيئه، كنا مش حاسين بقيمه والامل موضه قديمه، لكن فجاه بنقول لهمش فجاه، بالاراده واشتغلنا مع بعض. وبنجيب البويه ونروح ندهن مع الاطفال، اتفرج بقى على الاطفال والبنات ونعلمهم ازاي يزرعوا في هذا المكان. احنا جايبينهم الرحله جايبينها مصر مش بس عشان يشوفوا تاريخهم، هنوريهم تجربه للرجل استصلح الصحراء وعمل فيها مدارس وعمل فيها مصانع كويس، علشان احنا بنطور، احنا مش منتظرين، احنا هذه البلد الجميله ليها دين في رقبتنا، احنا ما عندناش بديل اسمه اليأس نهائي. منذ سنوات والحمد لله طورنا في مستشفى الجامعة عندنا، ولادي راحوا بلطوا مدرسة في الزقازيق، ورحنا بنينا حيطان في الزقازيق، بنكرر نفس التجربة ديت، بنقول اللي عايز يحط ايده واللي بيغني وصعبان عليه سينا واللي 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 تعالوا حطوا ايديكم. عندنا مدرسين، دعيت انت المليونية في سينا، مليونية يا ريت، انا هعمل كمان مليونية عندنا في الجامعة اسمها مليونية الامل. مليونية الامل ديت هجيب فيها التجارب الناجحة المشرقة في مصر، بنك الطعام، جمعية رسالة، جمعية صنوع الحياة. أنا بتكلم على الحاجات اللي هي الشبابية. عايز أجيب واحد كان عمال يتكلم على أفكار ممر القناة، المشروع القومي لسينا. مصر مليانة إمكانيات إنها تنقل. هل حضرتك تعلم أن مشروع ممر القناة ممكن يجيب لنا بعد ما يكتمل 600 مليار في السنة؟ 600 مليار وإحنا بنسعى ل 4.5 مليار قرض. من أول سنة يجيب لنا 90 مليار. إحنا عندنا طاقات أمل هائلة. إحنا عايزين بأمانة حد يؤمن بهذا الشعب، وإحنا معاه وإحنا وراه. إحنا بنقول لمصر اوعي تفتكري إنك هتوطي أو هتدمعي دمعة تاني وإحنا على وش الأرض. إحنا بالشباب وبالأطفال وبالنبت الجديد إن شاء الله هتكون مصر أحسن، ومصر هتفضل أحسن إن شاء الله. بيكو ربنا يخليكم لمصر، الله هتبقى أحسن، وده خير نهاية، مش لاقي نهاية فيها طاقة وأمل وتفاؤل، وأنا متأكد إن شاء الله. وكان اختيار لهذه الحلقة عشان كده، عشان الشعب رغم إن عنده وجع ورغم إن في حاجات كتير تحبط، لكن هو عنده طاقة وعنده مبادرة وعنده إيجابية أحسن من ناس كتير قاعدة في مكاتبها. نورتوني، بشكركم كتير، بشكركم جدا. شكرا. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، غدا حلقة جديدة من ممكن نلتقي على كل خير. اللي زعلانين مني علشان سبايدر وفاهيتا أنا آسف، بس اعتبروها حاجة فكاهية بتضحكوا قبل ما تسمعوا كلام جد. تصبحوا على خير.